طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل دلوقتي شرح المواني. هشرح ان شاء الله في الفيديو ده البورت بلاننج والرابر ماوند بريك ووتر والفيرتيكال بريك ووتر، اللي هو ان شاء الله هيجي عليهم الكويز، واللي هم يكونوا شيت 5 وشيت 6 يعني. طيب، فهبدا دلوقتي بقى بالبورت بلاننج، وهنشوف ايه اللي هنعمله في البورت بلاننج وايه الهدف من البورت بلاننج، يعني مطلوب مننا نعمله بالظبط. طيب، البورت بلاننج يعني انا عايز اعمل تخطيط للميناء بتاعي او المكان اللي بيكون موجود فيه السفن. يبقى انا هدفي ان انا الجزء ده هيكون موجود فيه السفن بتاعتي، فانا هدفي ان انا احمي الجزء ده. احميه من ايه؟ احميه من الويند اللي بتجيلي، وعشان كده بحط البريك ووتر ده. فالبريك ووتر ده اللي هو المين بريك ووتر والسكندري بريك ووتر، دول بيكون كل هدفهم ان الويند بتكون جايه لي من هنا، فانا مش عايزها تدخل بنفس قوتها لفين؟ للمكان اللي هيكون موجود فيه السفن بتاعتي. فانا بيكون كل هدف البريك ووتر ان هو يحجز الويند بحيث ان هي ما توصلش للمينا بتاعي. طب ايه بقى الهدف المطلوب مني، او ايه اللي انا المفروض اعمله؟ اول حاجه بيكون عايز اشوف مكونات اساسا البورت بتاعي، يعني بيكون متكون من ايه. فبيكون متكون من حاجتين، اول حاجه اللي هي الانترنس شانل او المكان اللي هيدخل منه السفن، وتاني حاجه اللي هي التيرنينج سيركل، اللي هو لو السفينه هتلف من الميناء يعني عايزه تلف، فهتلف من المكان ده. فانا كل هدف ان انا اجيب الانترنس شانل او الابعاد بتاعت الانترنس شانل والابعاد بتاعت التيرنينج سيركل، ومحتاج اشوف عدد البيرس او المكان اللي هيكون موجود في السفن، يعني ايه العدد او ايه العدد اللي يعني اللي هيوازن لي بين الاسعار زي ما احنا هنشوف في المساله الثانيه يعني. طب فنبدا الاول بالانترنس شانل والتيرنينج سيركل. طب الانترنس شانل ايه اللي بيكون كل هدف من الانترنس شانل؟ ان انا احسب الدبس وان انا احسب الويتس بتاعت الانترنس شانل. طيب، الدبس بتاعت الانترنس شانل بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن كذا حاجه كده. ايه بقى الكذا حاجه دول؟ اول حاجه اللي هي الدرافت. ايه الدرافت دي؟ لو بصينا كده تحت في الرسمه اللي تحت دي، في شكل السفينه لما تكون موجوده بيكون ده اللي هو السيل ووتر ليفل او منسوب سطح الميه يعني. فبيكون في جزء من السفينه فوق الميه وجزء من السفينه تحت الميه، فجزء من السفينه اللي تحت الميه ده بنسميه الدرافت. فالدرافت ده اللي هو جزء السفينه اللي تحت الميه، زائد حاجه كده اسمها سكويت. ايه السكويت ده؟ اللي هو تغير الدبس، يعني السفينه اللي هو او المنسوب البيد بتاع السفينه ده مش بيفضل ثابت، لا بيفضل ينزل ويطلع ينزل ويطلع. فالتغير في الدبس ده حاجه بنسميها السكويت. زائد التايد على الاثنين. ايه التايد دي؟ التايد دي اللي هو الفرق بين الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل، زائد الويف هايت على الاثنين، ناقص اندر كيل كليرنس. ايه اندر كيل كليرنس دي؟ لو بصينا برضو كده في الرسمه، اللي هي المسافه بين منسوب البيد بتاع السفينه او قاع السفينه لحد البيد ليفل بتاعي، فهو المسافه دي كلها اللي هي الاندر كيل كليرنس. زائد بقى شويه ايرورز على الحسابات اللي احنا حسبناها دلوقتي دي، يعني الايرور بتاع الدرافت والايرور بتاع البيد ليفل والايرور بتاع الووتر ليفل. طب والحاجات دي لو ما ادهالناش جيفن احنا هنفرضها. طيب، في حاجات بقى في المعادله دي ما بتبقاش جيفن واحنا بنفرضها، زي ايه؟ الاندر كيل كليرنس مثلا لو مش جيفن فاحنا هنفرضه من نص لواحد متر. طب الايرور بتاع الدرافت لو مش جيفن يبقى 2.5% من الدرافت. طب الايرور بتاع البيد ليفل لو مش جيفن يبقى 0.2 متر. طب الايرور بتاع الووتر ليفل لو مش جيفن يبقى برضه 0.2 متر. احنا لازم نكتب الكلام ده عندنا في الهاند اوت في الصفحه الفاضيه كده، نرسم، ومش شرط نرسم يعني، بس على الاقل نكتب ان في الانترنس شانل بنجيب الدبس ازاي، والقيم دي لو هي مش جيفن بنستخدمها ازاي. فكده انا عرفت كل حاجه عن الدبس بتاع الانترنس شانل. طب الويتس بقى بتاع الانترنس شانل اللي انا محتاج اجيبه على حسب انا 1 واي ولا 2 واي. يعني ايه 1 واي ولا 2 واي؟ يعني الانترنس شانل دي هل هي سفينه هتدخل من ناحيه واحده بس، ولا في سفينه هتدخل من ناحيه وسفينه ثانيه هتدخل من الناحيه الثانيه؟ يعني هل الاتجاه بتاع الانترنس شانل ده هيكون 1 واي ولا 2 واي؟ لو 2 واي طبعا العرض هيكبر، فلو احنا بنتكلم في 1 واي يبقى الويتس بتاعنا من 3 ل 5 بي، وال 2 واي يبقى الويتس بتاعنا من 8 ل 10 بي، والبي دي اللي هي ايه؟ عرض السفينه، وبيكون هيكون جيف لنا في المساله يعني زي ما احنا هنشوف. طيب، انا كده عرفت الويتس وعرفت الدبس بتاعت الانترنس شانل. نيجي بقى للتيرنينج سيركل او المكان اللي هو هتلف منه السفينه. هنجيب منه الدبس وهنجيب له الدبس يعني، وهنجيب له الديامتر. طب الدبس بتاعي بيساوي نفس القانون بتاع الدبس اللي فوق بالظبط، بس الفرق ان انا هشيل الويف هايت على الاثنين مش هضيفه، والسكواد هقسمها على الاثنين. يبقى الدرافت زائد اول حاجه قلت اعملها اللي هو هقسم السكواد على الاثنين، ونفس القانون هو بالظبط، بس هشيل الويف هايت على الاثنين ده مش هيكون موجود. كده انا جبت التيرنينج سيركل الدبس بتاعه. طيب الديامتر بتاعه بيكون من 2 ل 3 ال. ايه ال ده؟ ال ده اللي هو بيكون طول السفينه بتاعتي، وبرده بيكون جيف لينا. طب نيجي نطبق مثلا على مساله في الشيت كده. تاني مساله في الشيت مثلا بيقول ايه؟ مديني الشيب دايمنشنز، مديني الابعاد بتاعت السفينه، مديني ال ال ومديني البي ومديني الدي كابيتال. الدي كابيتال دي اللي هي الدرافت. فاول ما يقول لك ان دي الدي كابيتال تبقى انت عارف ان الدي كابيتال دي اللي هي الدرافت. ماشي، عايز ايه بقى؟ عايزنا اجيب الووتر ديبس والويتس. لو ايه بقى؟ لو الوف هايت مدين الوف هايت ب 3 متر، ومدين السكواد ب 7 من 10 متر، ومدين التايد ريدج 1.2 متر، وبيقول لي اسيوم اذر داتا فور سيف ديزاين. فطالما ما جابليش بقى القيم يبقى احنا هنعمل له اسامبشن كده زي ما انا قلت.
طيب يبقى انا الحل بتاعي ان انا محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الدبس ومحتاج اجيب الويتس. طيب الدبس بيجي ازاي؟ اول حاجه الدرافت اللي هو كان دول ب 12 متر زائد السكوات اللي هو ب 12 متر زائد التايد على الاثنين اللي هو 3 على الاثنين زائد الويف هايت على الاثنين زائد باقي القيم اللي احنا قلنا عليها بقى اللي هي الاندر كيل كليرنس والاير روف درافت والكلام ده كله. طيب يبقى ده كده كان الدبس. طيب محتاج اجيب الويتس بتاعي. طب الويتس بتاعنا بيساوي ايه؟ زي ما انا قلت من 3 ل 5 بي او من 8 ل 10 بي على حسب انا 1 واي ولا 2 واي. طب لو انا هفرض هو مش قايل لي 1 واي ولا 2 واي، انا هفرض الحاله الماكسيمم ولا انا هفرض ان انا عندي 2 واي وهجيب الويتس اللي هو من 8 ل 10 بي. طب ايه البي دي؟ البي دي اللي هو عرض السفينه، هو كان مدينا ابعاد السفينه مدينا اللي هي ب 220 والبي بتاعتنا كمان ب 25 متر، فكده هو مديني كل الابعاد بتاعتي. يبقى انا كده خلاص خلصت ثاني مساله في الشيت اللي هي الخاصه بان احنا نحسب الابعاد بتاعت الانترنس شانل بتاعتنا. يبقى انا كده عرفت خلاص من لحد دلوقتي ان انا ازاي في الانترنس شانل اجيب الدبس والويتس، وعرفت ازاي في التيرنينج سيركل ان انا احسب الدبس واحسب الدايمتر، وطبقت على مساله في الشيت. هي في حاجة بس هنا اللي في المسألة دي كان السكوات المفروض مدهولنا ب 7 من 10 متر، فهو هنا كان اتحل على 1.2، فكل اللي يحصل ان دي 1.2 حل على سكوات ب 1.2، لكن عندنا احنا هنشيل 1.2 دي ونخليها ب 7 من 10 على حسب الأرقام اللي جيف لينا يعني. طيب ده كده بعد ما جبت الدبس. في حاجة بعد ما اجيب الدبس بقى لما انا بكتبه رقم لازم اكتب الدتم بتاعي، يعني الدبس ده انا حاسبه منين. طيب الدبس اللي انا جبته ده بيكون من المين سي ليفل، يعني مستوى سطح البحر الأصلي بتاعي يعني. طب انا بقى عندي ثلاث مناسيب، عندي الهاي ووتر ليفل وعندي المين سي ليفل وعندي اللو ووتر ليفل. يبقى ده الهاي ووتر ليفل وده المين سي ليفل وده اللو ووتر ليفل، والمسافه دي زي ما انا قلت اللي هي الفرق بين الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل اللي هي التايد رينج او اللي هي مسافه التايد بتاعتي. طيب هو كان مديلي ان التايد ده ب 1.2 متر. طيب انا بقى حسبت لحد منسوب المين سي ليفل طلع بكام؟ طلع ب 16 متر. طيب لو انا عايز احسب من اللو ووتر ليفل بقى يبقى انا اطرح المسافه دي اللي هي هتبقى 6 من 10، يبقى انا كده هتبقى 16 ناقص 6 من 10 اللي هي هتبقى 15.4 من اللو ووتر ليفل. لو انا عايز اجيبها للهاي ووتر ليفل يبقى ال 16 دي هزود عليها 6 من 10 هتبقى 16.6 متر فروم هاي ووتر ليفل. فلازم اكون عارف ان المسافه بين الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل دي اللي هي ايه؟ التايد رينج بتاعتي. طيب ده كده خلاص المساله رقم 2. نيجي بقى المساله رقم 1 واللي هي تكون طويله شويه واللي هي بتتكلم عن النمبر اوف بيرس. يعني ايه النمبر اوف بيرس؟ يعني انا عايز اجيب عدد الاماكن اللي هيكون موجود فيها السفن. طب انهي عدد؟ ما انا ممكن اقول 2 3 4 5 6، لا في اعتبارات باخدها معايا وانا بعمل ديزاين عشان احسب النمبر اوف بيرس. ايه هي الاعتبارات دي؟ الاعتبارات دي اللي هي الكوست. يعني ايه الكوست؟ يعني انا عندي الويتنج شيب، يعني انا عندي السفينه مثلا لما تيجي عشان تنزل الحموله اللي عليها مثلا، لو السفينه دي ما وقفتش في الميناء وقاعده منتظره لما السفينه اللي جوه تخلص او السفينه الثانيه تنزل حمولتها، ده كده بيكون محسوب عليها كوست لان السفينه دي عايزه تنزل اللي عليها وتروح تحمل حموله ثانيه، فكون ان هي منتظره فده كده بيعتبر كوست عندي. طيب ولو في برضه بيرس فاضي ما فيش فيه اي سفن ده برضه بيعتبر كوست عليا، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اوازن بين التو كوستس دول بحيث ان انا اجيب النمبر اوف بيرسس اللي يجيب لي اقل كوست بين الاثنين دول. طيب هو ده اللي هيكون الهدف من المساله رقم واحد دي. تعالوا نشوف كده المساله رقم واحد بتتكلم عن ايه. ماشي، في المساله رقم واحد بيقول لي فور ذا كونترست كارجو اوف 9.5 في 10 و6 طن برير، يعني دي الحموله اللي بتجي لي في الميناء، يعني انا بيجي لي الحموله بتاعتي اللي هتجي لي في الميناء اللي هي 9.5 في 10 و6 طن لكل يير. طيب عايز نحسب الافريج نمبر اوف بيرس، عايز احسب الافريج نمبر اوف بيرس وعايز احسب الدايمنشنز بتاعت البير، وهنشوف ايه الدايمنشنز بتاعت البير الاول، بس نشوف دلوقتي اللي هي النمبر اوف بيرس. طيب ايه بقى الحاجات اللي جيف اللي هي مديني الهاندلنج ريت ب 1200 طن بالكل في الساعه، يعني انا كل ساعه بفضي 1200 طن، يبقى انا كل ساعه عندي بفضي 1200 طن. طيب ومديني الوركينج دايز ده 300 يوم في السنه والنمبر اوف شيفتس بير داي ب 2، والمفروض كده في جيفن تاني ان هو عدد الساعات لكل شيفت 8 ساعات. طيب ايه بقى التو كوستس اللي انا المفروض اخدهم معايا في الاعتبار واوازن بينهم؟ مديني الكوست بتاعت الفيكنت بيرس، يعني لو البيرس ده فاضي مفيش فيه اي سفن فده بيكلفني 14500 دولار في اليوم. طيب والكوست بتاعت الويتنج شيب، يعني لو في سفينه منتظره ان السفينه اللي قبلها مثلا تخلص الحموله اللي عليها وهي تدخل مكانها، فكون ان هي منتظره ده المفروض بيكون عليا انا فلوس لان السفينه دي عايزه تنزل اللي عليها وتروح تجيب حموله غيرها، فالكوست بتاعت اللودنج شيب دي بكام؟ ب 50000 دولار في اليوم. طيب ومدين ال ال والبي والدي اللي هي ابعاد السفينه، ففي كذا في كده كذا خطوه بنعملهم عشان نوصل يعني عدد البيرس اللي يوازن لي بين الكوست بتاعت الفيكنت بيرس والويتنج شيب.
طب ايه بقى الخطوات اللي احنا هنعملها؟ اول خطوه هعملها اللي انا هحسب الافريج نمبر اوف شيبس، يعني انا عايز احسب عدد السفين، عدد السفن بتاعتي او عدد السفن بتاعتي الافريج اللي هيجي لي. انا عايز احسب عدد ان اس داش. ايه هي الان اس داش؟ زي ما انا قلت اللي هو الافريج نمبر اوف شيبس. طيب اللي هو النمبر اوف شيبس اللي هو النمبر اوف بيرس، يعني عدد السفن اللي هتيجي ما هي اللي هتبقى موجوده في البيرس يعني. فكاني بجيب الافريج نمبر اوف بيرس يعني. طيب الافريج نمبر اوف شيبس ده بيجاب ازاي؟ في قانون كده اللي هو الانيوال كارجو على الهاند ريت في الوركينج دايز في الوركينج اورز في النمبر اوف شيبس. طب الانوال كارج ده اول رقم قلناه اساسا اللي هو 9.5 في 10 اس 6 على الهاندلنج ريت كان مديه لنا ب 1200، فيكون عندي هنا 1200 في الوركينج دايز في السنه اللي هو كان 300 يوم، في الوركينج اورز زي ما انا قلت 8 ساعات، في عدد الشيفتس 2 طلعت 1.65 شيب، يعني كانهم 2. يعني انا كده النمبر اوف شيبس او الافرج نمبر اوف شيبس 17، يبقى انا كده اللي هيجي لي في الميناء بتاعتي 17، فانا هعمل تو بيرس. بس تاخد بالي ان انا لحد دلوقتي لسه ما خدتش اعتبارات الكوستس، فاللي هو الافريج اللي انا جبته 2. عايز بقى ادخل حسابات الكوستس معايا. طيب بنعمل حاجه كده خاصه بالبواسون ديستريبيوشن. ايه هي البواسون ديستريبيوشن دي؟ بيجيب لي احتماليه ان السفينه دي تيجي، يعني مثلا ان احتمال ان يجي لي سفينتين دي هي احتماليه او نسبه ان هي تيجي سفينتين قد ايه؟ طب لو هيجي لي ثلاث سفن، نسبه ان انا يجي لي ثلاث سفن كام في الميه؟ طب نسبه ان يجي لي اربعه؟ طب نسبه ان يجي لي خمسه؟ وهكذا يعني. ففي قانون كده البروبابيلتي بتاعت الان اس، والان اس دي اللي هي عدد السفن، يعني مثلا هعوض مره بصفر واحد اثنين ثلاثه وهكذا يعني. الكلام ده بيساوي ان اس داش باور ان اس، والان اس داش ده اللي هو اللي انا لسه جايبه دلوقتي، في اي اس سالب ان اس داش، وبرده الان اس داش لسه جايبه دلوقتي، على الان اس فاكتوريال اللي هو مثلا لو الرقم ده 3 يبقى 3 في 2 في 1، لو 4 يبقى 4 في 3 في 2 في 1، لو 5 يبقى 5 في 4 في 3 في 2 في 1، وهكذا يعني. طيب كده انا جبت الان اس، هروح اجيب بقى لكل الناس البروبابيلتي بتاعت الان اس. طب هنا مثلا 0.27، يعني 27% 27% 18% 9%، وهكذا بقى تفضل تقل تقل. انا طبعا مش هقعد اكمل، انا اول ما الاحتماليه بتاعتي تقل عن 1% فخلاص انا مش محتاج الايه العدد السفن دي، فانا هقف مثلا هنا 0.0 12 يعني 1.2%، فخلاص هقف على ايه؟ هقف على كده الرقم 6 دي. يبقى انا كده جبت البروبابيلتي من اول صفر لحد 6. طيب تمام، ادخل بقى الخطوه اللي بعدها. ايه هي بقى الخطوه اللي بعدها؟ ان انا هعمل جدول كبير كده. الجدول دي بقى احط الجدول ده بقى احط فيه ايه؟ الان اس اللي انا لسه جايبهم دلوقتي، مش انا قلت من صفر ل 6؟ اه، يبقى 0 1 2 3 4 5 6. طيب عدد السفن اللي هتجي لي دي بقى هشوف النمبر اوف بيرسز المناسب ليهم. يعني انا هعمل كده عمود كبير كده لو انا كان عندي 2 بيرس، يعني لو انا هعمل 2 بيرسز، وعمود كبير كده لو انا كنت هعمل 3 بيرس. طيب وكل عمود بقى احط فيه ايه؟ هحط فيه خمس حاجات او احط فيه اربع حاجات. ايه بقى الاربع حاجات؟ اول حاجه هحط فيه الويتنج شيبس، يعني السفن اللي هتستنى او اللي هي مش لاقيه مكان تقعد فيه. بعد كده الفيكنت بيرس، يعني البيرس الفاضي اللي هو ما فيهوش اي حاجه. وبعد كده البروبابيلتي اللي انا لسه جايبها دلوقتي، اللي انا جايب كام الجدول اللي فوق، هضربها في الفيكنت بيرس، والبروبابيلتي هضربها في الويتنج شيبس، وهكذا. يعني انا مثلا هجيب رقم هنا اضربه في البي ان اس هيديني الرقم ده، وهجيب رقم هنا اضربه في البي ان اس يديني الرقم ده. ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي يعني. طيب لو انا مش هيجي لي ولا سفينه، يعني الان اس بتاعتي بتساوي صفر، يبقى الويتنج شيبس بكام والفيكنت بيرس بيساوي كام؟ يعني عدد السفن اللي هتستنى اكيد صفر، لان انا اساسا ما جاليش اي حاجه خالص. طيب الفيكنت بيرس، يعني البيرس الفاضيه اكيد 2، لان انا شغال هنا على 2 بيرس ومش هيجي لي ولا سفينه، فبالتالي الفاضيين هيكونوا 2. طيب لو انا الان اس بيساوي 1، يعني لو انا جالي سفينه، طب لو انا جالي السفينه دي هتروح على طول، فالفيكنت بيرس هتروح على طول في بيرس من التو بيرسز دول، هيبقى الثاني فاضي، يبقى الفيكنت بيرس بيساوي 1. طب الويتنج شيبس، لا مفيش اي حاجه واقفه او منتظره، فالويتنج شيبس بتاعتي بتساوي 0. طيب لو الان اس بتاعتي بتساوي 2، يبقى الفيكنت بيرس بكام؟ يعني انا جاي لي سفينتين، السفينتين دول هيروحوا على التو بيرسز على طول، فبالتالي الويتنج شيبس هيكون بيساوي 0، والفيكنت بيرس او البيرس الفاضي يعني برضه هيكون بيساوي 0. طب لو انا جالي 3، ثلاثة هيروحوا في اثنين من هيروحوا في التو بيرسز دول، فبالتالي هيكون في واحدة منتظرة، يبقى الويتنج شيبس بيساوي 1 والفيكنت بيرس بيساوي 0. طب لو أنا جالي 4، يبقى الويتنج ب2 والفيكنج ب0، وهكذا. فلو جالي أكتر هقعد أزود بقى في الويتنج شيبس، لكن الفيكنت طبعا هيكون بيساوي 0. هو ده اللي أنا عملته. أروح بعد كده أعمل إيه؟ أشوف هضرب البروبابيلتي في الفي بي. كده أنا جبت البروبابيلتي بتاعت الفيكنت بيرس في الإيه؟ في الإن، في البروبابيلتي بتاعت في الإن بتاعت الفيكنت بيرس، وهجيب البروبابيلتي بتاعت الان اس اضربها في الويتنج شيبس. كده انا جبت رقم هنا وجبت رقم هنا، هكمل لحد الاخر واجيب السمشن. كده انا جبت السمشن بتاع البروبابيلتي بتاعت الفي بي في الان الفي بي
والسمشن بتاع البروبابيلتي في دبليو اس في الان دبليو اس، كده انا جبت رقم هنا وكده انا جبت رقم هنا. طيب هعمل نفس الكلام ده برضو على الثري بيرس، يبقى على الثري بيرس هعمل نفس الكلام بالظبط. طيب ادخل بقى الكوستس معايا ازاي؟ عايزين نجيب بقى التوتال كوست. طب التوتال كوست يتجاب ازاي؟ لو انا عندي مثلا 2 بيرس يبقى الرقم اللي انا لسه جايبه دلوقتي ده اللي هو السمشن بتاع البروبابيلتي بتاعت الفي بي في الان في بي هضربه في الكوست بتاعت الفيكانت بيرس اللي هو كام؟ ب 14500 زائد السمشن بقى بتاعت البروبابيلتي بتاع الويتنج شيبس في الان، البروبابيلتي بتاعتي في الكوست بتاعت الويتنج شيبس اللي هي كانت بكام؟ ب 50000. اطلع هنا من هنا ايه؟ كوست. يبقى انا الرقمين اللي انا لسه جايبهم دلوقتي ده هضرب اول رقم في الكوست بتاعت الفيكانت شيبس وهضرب تاني رقم اللي هو ده في الويتنج شيبس، كده انا جبت خلاص التوتال كوست. لو انا هعمل 2 بيرس هعمل نفس الكلام برضو واجيب التوتال كوست لو انا كان عندي 3 بيرس. طب هقف فين؟ هل هقعد اعمل العمود ده لكل 2 بيرس 3 بيرس 4 بيرس وهكذا؟ لا مش هعمل نفس، مش هعمل الكلام ده لكل البيرس. امال ايه؟ انا هحسب الكوست ل 2 بيرس هتطلع لي رقم، واحسب الكوست ل 3 بيرس هتطلع لي رقم، واحسب الكوست مثلا ل 4 بيرس هتطلع لي رقم. هختار اول مينيمم كوست يقابلني، يعني مثلا لو انا جبت الكوست بتاع اثنين ده مثلا وطلع لي 10000، والكوست بتاع الاثنين ده الكوست بتاع الثلاثه بيرس قصدي طلع لي 8000، والكوست بتاع اربعه ده مثلا طلع لي 11000. يبقى انا كده الكوست بتاعتي هتفضل تزيد، خلاص الكوست خلاص مش هتقل، طالما قلت مره مش هتقل مره ثانيه. فبالتالي انا بشوف اول مينيمم عندي ويبقى هو ده الكوست او توب او ده البيرس اللي انا هشتغل عليها. طيب ففي المساله بتاعتنا مثلا لو انا كنت حسبت على ال 2 بيرس كانت هتطلع لي 33000، طب لو انا كنت حسبت على ال 3 بيرس كانت هتطلع لي 27000، لو كنت حسبت على 4 بيرس كانت هتطلع لي 33000. يعني خلاص اهو الرقم 3 دي ده اللي هو المينيموم، و4 بدات تزيد، يبقى لو انا متوقع لو حطيت 5 هتزيد، 6 هتزيد وهكذا. فبالتالي هو ده النمبر اوف بيرس اللي انا هشتغل عليه اللي هو 3. يبقى انا كده جبت خلاص النمبر اوف بيرس او العدد اللي هيكون موجود اللي هو هيوازن لي بين الكوست بتاعت الفيكانت بيرس او اللي هي المين الفاضيه او الويتنج شيبس اللي هو السفن اللي بتنتظرني. يبقى انا كده عملت ايه؟ اول حاجه عملتها ان انا رحت حسبت الان اس داش وجبته مثلا ب 2 شيبس. ال 2 شيبس ده انا استفدت ايه من رقم 2 ده؟ اللي هو الرقم اللي انا بدات بيه، يعني ليه انا حطيت 2 بيرسس؟ لان انا كان طالع لي 2 شيبس فانا بدات من رقم 2. ماشي، بعد ما جبت ان اس داش جبت بواسون ديستريبيوشن وحطيت البروبابيلتيز بتاعتي وعملت الجدول الكبير اللي انا قلت عليه ده، وفي الكوست باخد اقل مينيمم يقابلني ويبقى هو ده الكوست اللي انا هشتغل عليه. طيب كان طالع لي مثلا 3 بيرس، يبقى انا كده خلاص ادي بيرس اهو، ادي الثاني، ادي الثالث اهو. طيب كان المطلوب اللي بعد كده بيقول لي احسب لي البير دايمنشن، يعني البير بتاعه اهو بيكون مطلوب مني ان انا احسب ال بير، يعني طول البير والدبس بتاعي. طب ال بير هجيبه ازاي؟ لو انا كان عندي 3 بيرسز هيبقى 3 ال شيبس، يعني لان كل بيرس هيكون موجود عليها سفينه، ف3 ال شيب، ف3 ال شيب زائد 4 في المسافات الموجوده دي. 4 ليه؟ لان انا عندي فيه هنا مسافه على الطرف ومسافه على الطرف، وبين كل 2 بيرسز في مسافه برضو فاضيه، المسافه دي بتكون 15 متر، يبقى زائد 4 في 15. يبقى انا كده بشوف المسافات اللي بين 3 بيرسز والمسافه اللي موجوده يمينهم والمسافه اللي موجوده شمالهم، يبقى 3 ال شيب، هو كان مديني ال شيب ب 225 زائد 4 في 15 متر، كده انا جبت خلاص الطول بتاع البير بتاعي. طيب الدبس اجيبه ازاي؟ الدبس ده بيكون عباره عن الدرافت زائد الماكسيموم من 7% من الدرافت و1 متر، يعني الدي كابيتال هو كان مدالي ب 13 زائد الماكسيموم بقى هشوف 7% من الدرافت الاكبر ولا ال1 متر، هيطلع ال1 متر اكبر، فبالتالي يبقى زائد 1 متر، يبقى الدبس بتاعي 14 متر. طيب ال 14 متر دول متقسم منين؟ من المينيمم عندي او من الكريتيكال عندي اللي هو من اللو ووتر ليفل، يبقى الدبس بتاع البير دايمنشن ده بيكون من اللو ووتر ليفل. طب كده انا حسبت الدبس، ناقصني اخر حاجه بقى ان انا اجيب منسوب الكاب. ايه منسوب الكاب ده؟ لو انا كده خدت قطاع في البيرس بتاعي هلاقي ان انا محتاج اجيب الدبس ده اللي انا جبته خلاص، ومحتاج اجيب منسوب هنا في منسوب اسمه الكاب. منسوب الكاب ده اللي هو ايه؟ اللي هو اكبر من البيرس ان انا بسيب بزود على الهاي ووتر ليفل 1 او 2 متر. فبالتالي منسوب الكاب بتاعي ده بيكون الهاي ووتر ليفل زائد مسافه من 1 ل 2 متر، ولو مش مدين الهاي ووتر ليفل هيكون بيساوي صفر. طب والديتم بتاعي هيكون منين؟ من الهاي ووتر ليفل طبعا، لان انا هنا ضايف الهاي ووتر ليفل. بس كده ده كده الشيت واحد خلص. يبقى الشيت واحد ده كان فيه ايه؟ اول حاجه كنا عايزين نحسب الانترنس شانل، عايزين نجيب الدبس والويتس بتاعها، والترننج سيركل محتاجين نجيب الدبس والديمتر بتاعها، وده كان المساله رقم 2. حلينا المساله رقم 1 بقى ان احنا ازاي نجيب النمبر اوف بيرسز اللي يوازن لي بين الكوست بتاعت الفيكانت بيرس والكوست بتاعت الويتنج شيب، وعرفت احسبهم ازاي؟ ان انا هقعد اكمل واعمل الجدول بتاعي واوصل في الاخر اللي هو المينيمم كوست او اللي هو الكوست اللي بعده هتزيد، وهو ده البيرس، عدد البيرس اللي انا هشتغل عليه. ماشي، بعد كده ازاي عرفت ازاي احسب الابعاد بتاعت البير بتاعتي ومنسوب الكاب؟ طيب الكلام ده مش موجود في الهاند اوت، فانتوا تروحوا كده في الهاند اوت
هتحطه في ورقه فاضيه كده. طبعا احنا لو طابعين الهاند اوت وش دار في ورق فاضي كتير يعني، فانتوا في اي ورقه كده اكتبوا بقى الحاجات دي، اكتبوا الانترنس شانل الدبس والويتس بتاعهم بيساوي كام، والترننج سيركل الدبس والديامتر بتاعهم بيساوي كام، والمساله بقى بتاعت النمبر اوف بيرسز هتكتبوا القانون بتاع الان اس داش، وهتكتبوا برضو بتاعت البواسون ديستريبيوشن، وتحطوا الجدول اللي انتوا بتجيبوا فيه العلاقه بين الان اس والبروبابيلتي بتاعت الان اس، واخر حاجه هتحطوها اللي هو الجدول الكبير ده ازاي نعمله، وازاي برضو في الاخر نعمل التوتال كوست. فانتوا الكلام ده اكتبوه عندكم في الورقه يعني عشان هو مش موجود. طيب واخر حاجه هتكتبوها بقى اللي هي الابعاد بتاعت البير، يبقى اللي بتاعت البير دي على حسب انا عندي كام بيرسس بضربه في الطول بتاع الشبر، وعلى حسب برضو المسافات اللي بينهم، وبسيب مسافه يمين ومسافه شمال بتكون 15 متر، وازاي اجيب منسوب الكاب اللي هو الهاي ووتر ليفل زائد من 1 ل 2 متر. وما انساش اي ليفل او اي منسوب انا بجيبه لازم اكتب الديتم بتاعه، يعني هل ده محسوب من اللو ووتر ليفل ولا محسوب من الهاي ووتر ليفل. وده كده كان اول شيت اللي هو شيت 5 واللي كان بيتكلم عن البورت بلاننج. هنتكلم بقى دلوقتي على الرابل ماوند بريك ووتر والفيرتيكال بريك ووتر، وهنشوف ايه الفرق بينهم وبنستخدمهم ليه اساسا. طيب مبدئيا احنا البريك ووتر قلنا اللي انا بعمل بريك ووتر ليه؟ قلت ان انا المنشا ده بعمله اللي انا احمي المينا بتاعي، ان انا بيكون في عندي الويند جايه لي من هنا فبهدي سرعتها واخفف من طاقتها بحيث ان هي ما تدخلش المينا بنفس القوه وبنفس طاقتها يعني، فبعمل البريك ووتر ده. طب البريك ووتر ده بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها الترانك سيكشن وحاجه اسمها الهيد سيكشن. طيب الترانك سيكشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو الجزء ده اللي هو بيحمي لي السي سايد عن الهاربور سايد، يعني بيحمي الجزء اللي فيه الطاقه العاليه اللي هو الرياح هتكون جايه طاقتها العاليه للجزء اللي هتكون فيه الطاقه دي اللي انا خفيت طاقتها على قد ما اقدر. طيب والهيت سيكشن ده اللي هو برضه بيكون موجود بين البريك ووتر وبيكون السي ووتر، بس الهيت سيكشن ده بيكون معرض لنفس الميه من ناحيتين يعني، لكن الترانك سيكشن ده بيكون القطاع هنا اكبر من القطاع هنا، لان طبعا في السي سايد زي ما انا قلت الطاقه بتبقى عاليه بتاعت الويند بتاعتي، فبالتالي انا عندي الرياح بتيجي من زون بي وزون اي دي اللي هي الاريا اللي انا عايز احافظ عليها، فبالتالي حطيت عليها البريك ووتر دي. طيب يبقى انا كده عرفت ان الترانك سيكشن هيبقى السيكشن بتاعي غير متماثل، لان الجزء من الناحيه بتاعت السي سايد اكبر من الجزء اللي عند الهاربور سايد او الجزء بتاع المينا، لكن الهيت سيكشن ده بيكون متماثل من الناحيتين بتوعي. يبقى بالتالي هو الهيت سيكشن السيكشن بتاعي متماثل، لكن الترانك سيكشن بيكون من الناحيه اليمين اكبر من الناحيه، قصدي بتاعت السي سايد اكبر من الناحيه بتاعت الهاربور سايد. طيب ايه هي بقى انواع البريك ووتر دي؟ عندي ثلاث انواع اللي هو الرابر ماوند بريك ووتر اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، والفيرتيكال بريك ووتر، والكومبوزيت بريك ووتر. طيب ايه هو الرابر ماوند بريك ووتر ده؟ انا بستخدم النوع ده من البريك ووترز لو انا عندي السويل ضعيفه لكن انا محتاج مساحه كبيره، وهنعرف ليه بحتاج مساحه كبيره واحنا بنشرح يعني. طيب يبقى انا كده لو السويل عنده ضعيفه بس محتاج مساحه كبيره بستخدم الرابر ماوند بريك ووتر. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث حاجات اللي هي الارمور لير والسكندري لير والكور. فانا بيكون كل هدف ان انا اعمل ديزاين للثلاث طبقات دول اللي هم الارمور لير والسكندري لير والكور. طيب يبقى البريك ووتر ده بيعمل ايه؟ ان انا عندي اهو من الناحيه الشمال السي سايد اللي هو بتبقى الامواج عاليه نازله طالعه ونازله كده، والهاربور سايد اللي هو الجزء بتاعي ساكن ومفيش فيه اي مشكله. يبقى انا كده عندي السي سايد اللي هو الامواج بتكون عاليه، وانا عايز الهاربور سايد اللي هو ناحيه الميلا بكون فتت الطاقه بتاعت الموجه دي على قد ما اقدر. طيب يبقى انا كده بتكون من ثلاث حاجات اللي هو الكور او السكندري والسكندري لير والارمور لير. طيب الفيرتيكال بريك ووتر، الفيرتيكال بريك ووتر بيكون كده منشا فيرتيكال. طب وده بقى بحتاجه فين؟ ده بيحتاج مساحه صغيره، يبقى لو انا عندي مساحه صغيره ما عنديش مساحه كبيره متوفره فبستخدم الفيرتيكال بريك ووتر، وده لازم يكون فيه سويل قويه، يبقى المنشا ده بيحتاج سويل قويه. طب الكومبوزيت بريك ووتر ده بيكون عباره عن النوعين مع بعض اللي هو الرابر ماوند بريك ووتر وفوق الفيرتيكال بريك ووتر. طيب ده انا بستخدمه في انهي حاله؟ اللي هو في الحاله اللي لو انا استخدمت اول حاله هتطلع لي دبس كبير جدا، ولو طلعت لو استخدمت تاني نوع هيطلع لي قطاع خرساني ضخم جدا، فانا بالتالي عشان ما الجاش للدبس الكبير والقطاع الخرساني الكبير بستخدم كومبوزيت بريك ووتر. يبقى انا كده عرفت الثلاث انواع استخداماتهم فين بالظبط. طب تعالوا نشوف بقى عايزين نعمل ديزاين للرابر ماوند بريك ووتر. زي ما انا قلت بيكون عندي ثلاث طبقات اللي هم الارمور لير والسكندري لير والكور. طب الارمور لير هيكون لها سيكنس اللي هو التي ارمور، انا محتاج اجيب التي ارمور دي. طيب السكندري لير بيكون السيكنس بتاع التي اس، فانا محتاج اجيب التي اس، يبقى انا محتاج اجيب التي اي ومحتاج اجيب التي اس ومحتاج اجيب عرض الكريست بتاعي اللي هو البي كابيتال، ومحتاج اجيب الكريست ليفل بتاعي يعني منسوب الكريست بتاعي، فهم دول الحاجات اللي انا محتاج اجيبها. ومحتاج اجيب حاجات تانية اللي هو الوزن بقى، يعني انا هجيب ارمور وزنه قد ايه، هجيب سكندري لير وزنه قد ايه، هجيب كور وزنه قد ايه، فانا محتاج اجيب الثلاث اوزان دول. يبقى احنا كده نمشي في الديزاين ونشوف ايه الحاجات اللي احنا بنعملها، هو برده هنمشي كستبس برده هي دي هتكون خطوات المساله بتاعتي. طب اول حاجه لازم احسبها اللي هو عايز احسب الاتش ديزاين، يبقى الاتش ديزاين دي احسبها ازاي؟ اول حاجه عايز اشوف الاتش على الدي،
يبقى انا هحسب اللي هو يكون جيف اللي هي الاتش وهيكون جيف اللي هي الدي، هحسب الاتش على الدي، لو طلعت اقل من 0.7 8 يبقى انا كده ما عنديش بريكنج، يبقى الاتش ديزاين بتاعتي هي هي الاتش اللي جيف اللي هي. طيب لو الاتش على الديزاين، لو الاتش على الدي طلعت اكبر من 0.7 8 يبقى انا كده حصل بريكنج، والاتش ديزاين بتاعتي هتكون 0.7 8 في الدي، يبقى انا عايز اشوف انا النون بريكنج ولا بريكنج، وبناء على النون بريكنج وبريكنج هحسب الاتش بتاعتي، هل هي الاتش جيفن ولا هل هي 0.7 8 دي. دي اول حاجه. طب تاني حاجه بقى ان انا عايز اعمل ديزاين للارمور لاير، دي اول حاجه هعملها زي ما انا قلت الارمور لاير والسكندري لاير والكور. يبقى انا اول حاجه هعملها ديزاين للارمور لاير، محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب ال W50 او اللي هو وزن الطبقه يعني، وليه بياخد 50 دي؟ يعني كلمه او رقم 50 ده بمعنى ان الطلبيه اللي انا هطلبها دي 50% منها محققين الوزن اللي انا هطلعه ده. ده معنى 50 يعني. فهجيب ال W50 وهجيب ال D50 اللي هو مقاس الزلط بتاعي يعني. ومحتاج اجيب التي السمك بتاع اللير، ومحتاج اجيب النمبر اوف يونت يعني عدد الوحدات اللي انا هجيبها دي هيكون بكام، هيكون كام يعني. فهم دول الاربع حاجات اللي انا محتاج اجيبهم، وطبعا الاربع حاجات دول قوانينهم جيفن يعني في الهاند اوت وهنشوفهم يعني. طيب يبقى اول حاجه بنجيبها اللي هي الدبليو 50. طب الدبليو 50 بقى قانونها بيساوي ايه؟ بيساوي جاما في الاتش ديزاين تكعيب على كي دي في اس اي ناقص اي تكعيب في كوتان سيتا. طيب الجاما اللي هي الجاما بتاعت الماتيريال بتاعتي، اللي هو لو انا روك تبقى 2.65، لو انا كونكريت تبقى 2.4. الاتش ديزاين انا جبتها في اول خطوه، ناقص اللي انا احسب الكي دي. الكي دي ده بجيبها من التيبل، وهنشوف بجيبها من التيبل ازاي. ناقص لي بعرف الاس اي والكوتان سيتا دي. طب الاس اي دي بتبقى الجاما بتاعت الماتيريال على الجاما بتاعت الوتر. الجاما بتاعت الوتر احنا عارفين اللي هي 1.3، والجاما بتاعت الماتيريال على حسب انا روك ولا خرسانه. طب كوتان سيتا دي بقى ايه هي؟ السيتا دي لو احنا كده رجعنا، لو رجعنا كده للسكشن اللي كان مرسوم، هي دي السيتا اللي هو الخط بتاعي او الميل بتاع السكشن بتاعي بيميل بزاويه قد ايه. فانا عندي تان سيتا ده بيساوي المسافه الفيرتيكال على المسافه الهوريزونتال، والهوريزونتال هي الكبيره. يعني لو جايب لي مثلا السكشن بتاعي، لو رجعنا كده للقانون، لو مدينا مثلا الاسلوب بتاعي 2 ل 1 زي ما انا قلت المسافه الهوريزونتال هي الكبيره، يبقى ده كده الهوريزونتال وده كده هو الفيرتيكال، فيبقى تان سيتا بيساوي ايه؟ تان سيتا بيساوي 2 على 1. طيب يبقى كوتان سيتا اللي هو مقلوب التاني يعني هيكون بيساوي نص، فتان سيتا الكبير على الصغير وكوتان سيتا اللي هو الصغير على الكبير. طيب كده انا عرفت كوتان سيتا واس ايه وجبت كل حاجه، ناقص لي ان انا اعرف الكي دي ده. طب الكي دي ده بيتجاب منين؟ تعالوا كده ندخل هاند اوت ونشوف القوانين دي اساسا. اهو لو شفنا القانون اللي هو بتاع الدبليو 50 هو نفس القانون اللي احنا قلناه دلوقتي، بس الفكره كلها في الكي دي دي اجيبها ازاي. لو دخلنا كده في التيبل ده، هو ده التيبل اللي بيديني الكي دي بتاعتي. طيب بيقول لك انت عايز تصمم الارمور يونت بتاعتك، هل هي روك ولا هل هي انواع تانية من الخرسانه؟ يعني لو انت عندك روك فخلاص هتستخدم الارمور يونت، يعني هتستخدم الاول نوع ده، يعني على حسب هل هو مدي لك كواري ستون راف انجولار، يعني هو هل هيدي لك نوع الروك بتاعك، هو ده هيديه لك هيقول لك ان هو اسمه ده، او لو خرسانه فانت عندك ثلاث انواع من الخرسانه اللي هم الثلاثه دول، هيقول لك برده ده ولا ده ولا ده. يعني هو من الاخر الارمور يونت بتاعتك دي هتكون جيف ليك. طيب ولان دي طبعا هي باتنين كده كده دي ثابته، هقول لكم ايه الاثنين دلوقتي. محتاج تعرف بقى انت بتصمم ترانك سيكشن ولا هيد سيكشن، اللي احنا قلنا فوق ايه الفرق بين الترانك والهيد يعني، وهيقول لنا في السؤال هل انت ترانك سيكشن ولا كي ولا هيد سيكشن. وبتدخل بقى بتشوف هل انت بريكنج ولا نون بريكنج. طب ودي انا عرفتها منين؟ من اول السيب اساسا لما انا جبت الاتش على دي وقارنتها بوبوين 7 8 بس كده. فندخل بقى على حسب انا كي دي في ستراكشر في ترانك سيكشن ولا هيد سيكشن ولا بريكنج ولا نون بريكنج، اجيب الكي دي بتاعتي. فالتيبل ده بيديني الكي دي بتاعتي. طيب كوتان سيتا زي ما قلت طبعا هتكون جيف لينا اساسا، فما تجيبهاش من التيبل ده يعني. طب كده انا خلاص جبت الكي دي، فقدرت احسب الدبليو 50 اللي هو طالبها مني او اللي انا عايز اجيبها. كده انا جبت الدبليو 50، الدبليو 50 ده اللي هو وزن اللي انا محتاج اطلبه. يبقى انا محتاج اطلب طلبيه ان الدبليو 50 بتاعي بيساوي كذا يعني، اللي هو الرقم اللي انا لسه جايبه دلوقتي ده. طيب تاني حاجه محتاج احسبها اللي هو الدي 50 اللي هو المقاس بتاع الزلط بتاعي، اللي هو بيساوي الجذر التكعيبي للدبليو 50 على جاما ماتيريال، وبرده القانون ده بيكون جيف موجود في الهاند اوت. طيب تالت حاجه محتاج احسبها اللي هو السيكنس بتاعي. طب السيكنس بقى بيساوي ايه؟ بيساوي ان في الكي دلتا في الدي 50. الدي 50 انا لسه جايبها دلوقتي، والان لو مش جيفن تبقى باتنين. وايه الان دي؟ الان دي يعني انا برص الزلط على كام، يعني على كام جزء يعني. انا هنا جزئين اهو، يبقى انا كده برصه على طبقتين يعني من الاخر. يبقى الان دي لو برص الزلط على طبقتين فالان بتاعتي هتكون بتساوي اتنين، لو طبقه واحده تبقى الان بتاعتي بتساوي واحد، ولو مش جيفن باخدها باتنين. طيب في الدي 50 انا لسه جايبها دلوقتي في الكي دلتا، ايه الكي دلتا دي؟ في التيبل رقم في التيبل اللي بعده يعني. احنا شفنا التيبل ده التيبل بقى اللي بيديني الكي دلتا، اللي هو انا بدخل بالارمور يونت بتاعي برده، وبدخل من هنا اجيب الكي دلتا، وبجيب البروستي برده، وهعرف بجيب البروستي او اللي هي المساميه يعني، بشوف بستخدمها في ايه يعني.
فانا من التيبل ده جبت الكي دلتا وجبت البروستي، وهقول لكم دلوقتي بنستخدم البروستي في ايه. طيب كده انا جبت التي بتاعت اللير، كده انا جبت الدبليو 50 وجبت الدي 50 وجبت التي لير. اخر حاجه محتاج اجيبها اللي هو النمبر اوف يونت، النمبر اوف يونت بير يونت اريا، يعني كل مساحه 1 متر مربع عدد اليونت بتاعتي بتساوي كام. في قانون كده اللي هو النمبر اوف يونت بير يونت اريا اللي هو الان في الكي دلتا في 1 ناقص البروزتي على 100 في الجاما على دبليو 50. طب والدبليو 50 احنا جبناها، والجاما طبعا هي كده كده احنا جبناها من فوق اساسا، وعرفت انا بستخدم على حسب انا روك ولا كونكريت، والبروزتي برضه انا لسه جايبها من التيبل اللي انا قلت لكم هنستخدمها، والكي دلتا انا جبتها، والان دي لو مش جيفن تبقى باثنين. طيب يبقى انا كده النمبر اوف يونت بير يونت اريا كده انا استخدمت القانون ده. اليونت اللي هتطلع كذا يونت لكل متر مربع، يعني انا لكل متر مربع هستخدم كام يونت. طيب يبقى انا كده القانون برضو ده لو رجعنا كده هنلاقي كده في قانون للنمبر اوف يونت اهو ال ان ار ده، بس انا طبعا ال A كابيتال دي بحطها تحت ال ان ار عشان الوحده تطلع لي يونت لكل متر مربع، وبعوض في القانون اللي هو موجود ده، فبالتالي كله مكتوب في الهاند اوت بتاعي. طيب الكلام ده اللي هو انا عندي ترانك سيكشن، طيب اللي هو يعني ايه ترانك سيكشن اللي احنا قلناه؟ اللي انا عندي في ترانك سيكشن بيكون في سيكشن، في سي سيكشن وفي هاربر سيكشن. طيب انا هنا صممت سي سيكشن اللي هو الجزء اللي بيكون فيه طاقه كبيره وامواج كبيره والكلام ده، لو كان قايل لي صمم لي الهاربر سيكشن اللي هو الجزء الخفيف، فبالتالي كل اللي انا عامله ان الدبليو 50 اللي انا جبتها فوق دي هقسمها على الاثنين، لكن هي هكمل بالقيمه بتاعت الدبليو 50 اللي هجيبها دي خطوه رقم 2 و3 و4 زي ما قلنا. يبقى بالتالي اللي هو في لو كان قايل لي هاربر سيكشن او سي سيكشن، لو انا كنت ترانك سيكشن تفرق، لان انا قلت ترانك سيكشن بيكون فيه قطاع في سي سيكشن وقطاع في الهاربر سيكشن، اللي انا صممته دلوقتي ده سي سيكشن اللي هو بيكون فيه الطاقه كبيره. طب لو هاربر سيكشن هقسم الدبليو 50 اللي انا جبتها دي على الاثنين، ويبقى انا كده جبت الهاربر سيكشن ده لو انا في ترانك سيكشن. طب لو هيت سيكشن، هيت سيكشن اساسا انا زي ما قلت ما بيفرقش معايا هاربر سيكشن ولا سي سيكشن، القطاعين بيكون القطاع بيكون متماثل بيكونوا زي بعض الاثنين يعني، فبالتالي الدبليو 50 اللي انا هجيبها مش هقسمها على اثنين ولا حاجه. طيب انا كده صممت الارمور لير، عايز بقى دلوقتي ادخل اعمل ديزاين للسكندري لير. ايه بقى الحاجات اللي انا محتاج اجيب نفس الحاجات بالظبط، الدبليو 50 والدي 50 والتي بتاعت اللير، ورابع حاجه محتاج اجيب حاجه اسمها التشيك فلتر. يعني ايه التشيك فلتر دي؟ يعني انا عايز اعرف الماتيريال بتاعتي دي هتوصل لطبقه الارمور ولا لا، يعني هتعدي طبقه السكندري وتروح لطبقه الارمور ولا لا، فهي دي الخطوه بتاعت التشيك فلتر اللي احنا محتاجين نجيبها زياده بس عن الخطوه اللي فاتت. طيب ايه القوانين بقى اللي انا استخدمها؟ اول حاجه محتاج اجيب الدبليو 50. طب الدبليو 50 بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو 50 للارمور لير مقسوم على رقم من 10 ل 15، يعني الدبليو 50 اللي انا جبتها في طبقه الارمور هقسمها على 10 ل 15 اجيب الدبليو 50 لطبقه السكندري. بس اخد بالي ان الدبليو 50 بتاعت الارمور دي لازم تكون في الروك، لان انا قلت طبقه السكندري دي لازم تكون روك. يبقى انا لو انا في السؤال ده كان جيف ليا ان ده روك اساسا، خلاص يبقى انا كده الدبليو 50 اللي انا جبتها في او في بتاعه الارمور روك، فخلاص هقسمها على 10 ل 15. لكن لو انا كنت شغال كونكريت اساسا، يعني لو انا كان قايل لي خرسانه، فبالتالي طبقه الارمور عملت الديزاين على انها خرسانه وجبت الدبليو 50 على انها خرسانه، لا يبقى انا كده محتاج اجيب دبليو 50 جديده لو انا روك. دي هتفرق في ايه؟ تفرق ان انا لما بدخل بالتيبل بجيب الكي دلتا بتكون قيمه مختلفه، وبتفرق كمان في الجاما لان انا مستخدم جاما مختلفه، فبالتالي السكندري لير دي لازم تكون روك. فلو انا كنت شغال روك من اول المساله خلاص هقسم الرقم اللي انا جبته على من 10 ل 15، لكن لو انا كنت شغال كونكريت لا يبقى انا كده هرجع اجيب دبليو 50 للروك واقسمه على من 10 ل 15. طب كده انا جبت خلاص الدبليو 50، الدي 50 اجيبها ازاي؟ اللي هو الجذر التكعيبي الدبليو 50 على الجاما بتاعت الروك لان دي برضو روك، التي بتاعت اللير نفس القانون اللي احنا قلناه، ناقصني بس اخر خطوه ان انا بعمل تشيك فلتر. يعني ايه بعمل تشيك فلتر؟ ان لازم دي 15 للارمور على دي 85 للسكندري يكون اقل من او يساوي الخمسه. طب الدي 15 انا بجيب الدي اللي انا جبتها دلوقتي، اللي انا كنت بجيب الدي اللي هو مقاس الزلط بتاعي اللي هو كان اللي انا كنت بجيب الدبليو 50 وبجيب الدي 50. ايه بقى الدي 15 دي؟ ليها قانون برضو اللي هو 4 من 10 في الدي 50، يعني الدي 50 انا جبته اساسا بتاع الارمور هضربه في 4 من 10، يعني الدي 50 بتاع الارمور اللي انا جبته من اول خطوه اساسا هضربه في 4 من 10. طب لو عايز اجيب الدي 85 للسكندري، الدي 50 بقى بتاع السكندري هضربه في 1.96، يبقى هم دول القانونين بتاع الدي ارمور وبتاع الدي سكندري. ولو دخلت برضو في الهاند اوت عشان نشوف الكلام ده الاقي اهو في قانون اهو الدي 15 بجيبه ازاي والدي 85 بجيبه ازاي، على حسب لو انا بجيب بقى الدي 85 بتاع السكندري يبقى هضرب في الدي 50 بتاع السكندري، لو انا بجيب الدي 15 بتاع الارمور هضرب في الدي 50 بتاع الارمور. طيب في قانونين تاني لو طالب مني الدي مينيمم والدي ماكسيمم، القوانين بتاعهم ايه؟ يبقى الدي ماكسيمم 4 من 10 دي 50 والدي مينيمم 0.125 في الدي 50.
طيب كده انا جبت خلاص التشيك فلتر بتاعي لازم يكون اقل من 1.5، لو طلع اقل من 1.5 يبقى انا كده تمام مفيش اي مشكله. طيب اخر حاجه بقى كده، انا خلاص عملت ديزاين للارمور لير والسكندري لير، اخر خطوه بقى محتاج اعمل ديزاين للكور بتاعي. طيب هنعمل بقى دلوقتي ديزاين للكور، يبقى الحاجات اللي انا محتاج اعملها ديزاين للكور برضو نفس الكلام، محتاج اجيب ال W50 والدي 50 ومحتاج اجيب التشيك بتاع الفلتر اللي احنا قلنا عليه. طيب ال W50 نفس الكلام اللي انا بجيب ال W50 بتاع الارمور ولازم يكون روك، وبقسمه بقى على من رقم من 200 ل 6000، فبالتالي بقسم على 200 ل 6000، ولازم يكون ال W50 للارمور اللي هو اللي انا جبتها في اول خطوه اساسا لازم تكون للروك، فلو كونكريت محتاج محتاج اعيد الكلام ده عشان احسب له الروك، واجيب الدي 50 بنفس القانون اللي احنا قلنا عليه واتشيك للفلتر. طب التشيك فلتر في الحاله دي بقى ان الدي 15 للسكندري على الدي 85 للكور يكون اقل من او يساوي 5، والدي 15 للسكندري القانون بتاعه اللي هو ده، والدي 85 للكور اللي هو القانون بتاعه اللي هو ده. وعرفت برضو لو الدي ماكسيمم طلب مني اعمل ايه ولو الدي مينيمم اعمل ايه. طب كده انا خلاص صممت الثلاث حاجات اللي هو الارمر والسكندري لير والكور. محتاج اجيب حاجتين زياده بس اللي هما الكريست ويتس والكريست ليفل. الكريست ويتس بيكون ليه قانون ان البي بتاعتي لازم تكون اكبر من او تساوي 3 كي دلتا في الدي 50 بتاع الارمور، وجبت انا الثلاث حاجات دول، جبت قصدي الكي دلتا وجبت الدي 50 بتاع الارمور، ومحتاج احسب الكريست ليفل اللي هو الديزاين ووتر ليفل زائد الران اب. عايزين بقى نشوف ايه بقى حوار الكريست ليفل ده، وايه الديزاين ووتر ليفل وايه الران اب. انا عندي ده السكشن اللي انا قلت عليه وصممت ثلاث حاجات. اول حاجه الموجه بتاعتي لما تكون موجوده كده، انا عندي السطح ده، السطح اللي هو بيكون اللي هو السطح بتاع البريك ووتر بتاعي الموجه بتمشي عليه، فالموجه اول ما هتلاقي قابل السطح ده فهتمشي عليه، فهتعمل حاجه اسمها الران اب. الران اب يعني الموجه لما هتجري على ايه، على السطح بتاع البريك ووتر ده. طيب انا بقى عايز اجيب الكريست ليفل اللي هو ليفل اللي فوق ده، فالكريست ليفل ده بيساوي ايه، الديزاين ووتر ليفل اللي هو المين بتاعي بزود عليه الران اب، وبفرض ان الديزاين ووتر ليفل بتاع ده الزيرو ليفل بتاعي. يبقى انا عشان اجيب الكريست ليفل هيكون الديزاين ووتر ليفل زائد الران اب. الران اب ده اللي هو الار، وهنشوف ليه قانون دلوقتي، هنشوف بنجيب الار ران اب دي ازاي. طيب الفكره بقى ان الار دي لازم تكون هي الاتش سي. ايه الاتش سي دي؟ دي اللي هي المسافه بين الديزاين ووتر ليفل والكريست ليفل، يعني الديزاين ووتر ليفل والكريست ليفل هي دي المسافه اللي هي الاتش سي. طب والار اللي هي الران اب لما بجمع على الديزاين ووتر ليفل بيديني الكريست ليفل، لو الار بقى طلعت اكبر من الاتش سي يبقى انا كده هيحصل لي اوفر توبنج. يعني ايه يحصل اوفر توبنج؟ ان الموجه دي الميه بتاعتي هتطلع فوق البريك ووتر بتاعي، لكن لو الار اقل من او تساوي الاتش سي فخلاص الموجه بتاعتي تحت الكريست ليفل، فمش هيحصل اي مشاكل ومش والديستشارج مش هيطلع لفوق. فالفكره بقى اللي انا عايز اعمل تشيك عليها، هل الار اقل من او يساوي اتش سي فمش هيحصل اوفر توبنج، ولا هل الار اكبر من الاتش سي فيحصل اوفر توبنج فالميه هتطلع فوق البريك ووتر. فهي دي اللي احنا عايزين نشوفها دلوقتي. طيب اول حاجه ازاي نحسب الران اب؟ الران اب ليه قانون برضو اللي هو الاتش دي في ايه في زيتا على 1 زائد البي في الزيتا. طب ايه البي والبي دول؟ اللي هو البي دول هنجيبهم من تيبل، والزيتا دي ليها قانون اللي هو بيكون بيساوي تايم سيتا على الجذر التربيع 2 باي اتش دي على جي دي تربيع. معايا المقام ده كله، والتان سيتا زي ما انا قلت اللي هو الصغير على الكبير. طيب كده انا جبت الاي والبي، ده محتاج بس اشوف التيبل بتاع الاي والبي دول. انا بدخل في الهاند اوت اهو، في الاي والبي في تيبل اهو، بدخل بالارمور يونت بتاعي نوع، هل هو ستون هل هو روك ولا خرسانه بالظبط، فبدخل بشوف الاي والبي بتاعتي، فعوض في القانون ده اهو، جبت الران اب وقانون بتاع الزيتا، فالقانونين دول موجودين هم، والرسمه كمان موجوده اهي بتاعت الران اب وبتاعت الاتش. فلو الار بتاعتي اهي اكبر من الاتش سي يبقى بالتالي الموجه بتاعتي اهي طلعت فوق الكريست، يبقى انا كده هيحصل لي اوفر توبنج. طيب يبقى انا كده خلاص جبت الران اب وجبت الكريست ليفل بتاعي اللي هو الديزاين ووتر ليفل زائد الران اب. طب لو اللي هيحصل لي بقى اوفر توبنج، يعني لو انا كده جبت الار وجبت الاتش سي ولقيت ان الار بتاعتي اكبر من الاتش سي، يبقى انا كده هيحصل لي اوفر توبنج، يبقى انا كده في ديسشارج هيطلع من فوق البريك ووتر بتاعي. طب قيمه الديسشارج دي او قيمه الكيو بتاعتي هتكون بتساوي ايه؟ ليها قانون برضو كده جيفن اللي هو الجي في الكيو نود ستار اتش دي اس 3 اس نص في اس سالب الكلام ده. طب ايه الكيو نود ستار؟ الكيو نود ستار ده بيساوي 0.02، يبقى ده ب 0.02 وجبت الاتش ديزاين وجبت كل حاجه، ناقصني بس اللي انا اعرف ايه الالفا دي. طيب الالفا دي ليها قانون برضو، لو رجعنا كده الهاند اوت نشوف الالفا دي بتساوي ايه، اهي الالفا دي بتساوي 0.06 ل 0.143 لين ساين سيتا، يعني من 0.06 ل 0.06 ناقص 0.143 لين ساين سيتا. يبقى الالفا بتاعتي 0.06 ناقص 0.143 لين ساين سيتا. طب السيتا دي اجيبها ازاي؟ اللي هي تان انفرس الرقم الصغير على الرقم الكبير. كده انا جبت السيتا بتاعتي، ده ممكن تكتبوها في الهاند اوت ان السيتا بتساوي تان انفرس الرقم الصغير على الرقم الكبير. هي السيتا اللي كانت جيفن يعني، بس كان مديها لي على هيئه سلوب يعني. فعشان اجيب السيتا اللي هتكون تان انفرس الرقم الصغير على الرقم الكبير. كده انا خلاص جبت الالفا
وجبت الاتش ديزاين وجبت كل حاجه عندي. طيب لما هندخل في المسائل بقى، انا المساله بتاعتي الحته بتاعت الاوفر توبنج ديسشارج دي ما بعملهاش غير لو هو طلبها مني. طب طلبها مني ازاي؟ ان هو هيديني كريست ليفل جديد. يعني لو قايل لي في السؤال مثلا ان انا الكريست ليفل مثلا بتاعي بيساوي 3، خلاص الكريست ليفل بتاعي بيساوي 3، يبقى انا كده هو مديني كريست ليفل جديد، فبالتالي هو ده هشيل الاتش ناقص الدي دي واحط مكانها الكريست ليفل الجديد واعوض عادي جدا، ما فيش اي مشكله. يبقى انا في المساله بتاعتي بمشيها كستبس، بجيب الدبليو 50 بتاع الارمور والسكندري لير وكل الكلام اللي انا قلته في الاول ده، وباجي بحسب كريست ليفل اللي هو الديزاين ووتر ليفل اللي انا بفرض ان هو بصفر زائد الويف ران اب، وبجيب ايه؟ بجيب كريست ليفل اللي هو طيب، بجيب الكريست ليفل كده انا خلصت المساله بتاعتي. طيب لو هو بقى مديني في السؤال اساسا كريست ليفل، فبالتالي لازم اعمل الخطوه دي ان انا هشيل الاتش ناقص دي دي، باعتبار يعني ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر، وبحط الاتش ناقص دي دي بالقيمه بتاعتي. طيب لو اساسا بقى الكريست ليفل بتاعي او الديزاين ووتر ليفل بتاعي مش بيساوي صفر، فبالتالي هيكون ليه قيمه وهيكون كمان مديني قيمه للاتش، هطرحهم من بعض واجيب القيمه بتاعتي دي عدي جدا مفيش اي مشكله. يبقى تاني نعيد اخر خطوه دي تاني، الاوفر توبنج ديسشارج او القانون اللي قدامي ده ما بستخدموش غير لو مديني في السؤال كريست ليفل، لان انا اساسا بجيب كريست ليفل اللي هو الديزاين ووتر ليفل اللي انا بفرض ان هو بصفر زائد الويف ران اب، كده انا جبت كريست ليفل خلاص. لو هو بقى مديني في السؤال كريست ليفل، فبالتالي لازم احسب الديسشارج ده. طب احسبه ازاي؟ ان الكريست ليفل الجديد اللي هو مديهولي هشيل اتش ناقص الدي دي واحط الكريست ليفل اللي هو مديهولي بس كده، واجيب الكيو بتاعتي. طيب الكلام اللي انا قلته ده باعتبار ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر. طيب لو الديزاين ووتر ليفل بقى بتاعي بخمسه مثلا ومديني هو، يبقى انا كده الدي بتاعتي بتساوي خمسه، ومديني ان الاتش دي بتساوي مثلا سبعه، يعني قايل ان الكريست ليفل بيساوي سبعه، يبقى انا كده هعوض بسبعه ناقص خمسه، يعني هقول اتش ناقص دي هساويها باتنين. يبقى بالتالي انا عندي حاجتين، لو انا الكريست ليفل جيفن والكريست ليفل جيفن وقايل لي ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر او مش جايب لي اي سير عنه، فبالتالي هشيل اتش ناقص دي دي واحطها بالكريست ليفل الجديد. طب لو قايل لي بقى ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي مش بصفر، ده مديني ليه قيمه ومديني الاتش دي ليها قيمه، يبقى ساعتها هشيل اتش ناقص دي دي بسبعه ناقص خمسه مثلا واعوض عنها باثنين. والمساله دي موجوده يعني في سلايد المحاضره، ممكن تدخلوا وتشوفوها، اللي هو لو الديزاين ووتر ليفل بتاعي مش بيساوي صفر بعمل ايه. طيب يبقى انا كده جبت الكيو. طب عشان لازم الكيو دي تكون اقل من 0.1 عشان الاوفر توبنج، يعني لو قال لي شوف لي الاوفر توبنج ده سيف ولا ان سيف، فلو الكيو دي طلعت اقل من 0.1 يبقى انا كده ما عنديش اي مشكله، لكن لو طلعت اكبر من 0.1 هنقول له ان سيف. يبقى كده في النوتس بتاعتنا لو قايل لي مثلا ان انا عندي، يبقى انا زي ما انا قلت لو عندي مشاه مثلا والاوفر توبنج ديسشارج ده لازم اتشيك ان هو اقل من 0.1. طيب لو قايل لي بقى ان الكريست ليفل، قايل لي ان لو الكريست قل بنسبه 25% يبقى هشيل اتش ناقص دي دي وهعوض عنها ب 0.75 اور. يبقى لو قايل ان الكريست اقل بنسبه 25% اقل بنسبه 25% يبقى هشيل اتش ناقص دي دي وهعوض عنها ب 0.75 اور، فالار هتروح مع الار. يبقى انا كده كل الافكار في الديسشارج دي، اللي هو لو قال ان نيو كريست، لو مديني كريست ليفل في السؤال والديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر، فبالتالي هشيل اتش ناقص دي دي وهعوض عنها بالكريست ليفل اللي هو مديهولي. طيب لو مديني بقى الكريست ليفل برضه في السؤال بس قايل ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي مثلا بخمسه او اي حاجه، فساعتها هشوف قيمه الاتش بكام اللي هو الكريست ليفل اللي هو مديهولي في السؤال والديزاين ووتر ليفل اللي هو مديهولي في السؤال، وهطرحهم من بعض وهجيب الكيو واتاكد ان هي اقل من 0.1 لتر في الثانيه لكل متر. طب كده انا خلاص خلصت، وفي هنا ملخص للقوانين بتاعت الارمور لير والسكندري لير، كل حاجه قلناها هتلاقوها في ملخص في الورقه دي. طب نيجي نحل كذا مساله في الشيت كده ونشوف بيتكلموا عن ايه. يبقى نطبق بقى كده كذا مساله في الشيت، انتوا لو بصيتوا في الشيت هتلاقوا المسائل كلها، يعني مفيش فيها اي مشكله، انا قلت كلام كتير بس عشان الناس تفهم الكلام ده، لكن الحاجات كلها ستيبس، يعني في الهاند اوت اساسا مكتوب كل الخطوات اللي احنا نستخدمها وكل حاجه، يعني في الهاند اوت موجود كل اللي انا قلته ده، اللي هو ازاي في السكند ديزاين وفي سكندري لير والديزاين اهو بتاع الارمور لير والويف ران اب اللي انا قلته والاوفر توبنج ديسشارج ولو الكريست ليفل اكبر والكلام ده، وازاي نحسب الكريست ليفل وازاي نحسب الكريست ويت، فكل القوانين دي تقريبا موجوده في الهاند اوت يعني. فنيجي نشوف كده المساله، قايل لي في اول سؤال انا عندي هيد سيكشن وقايل لي هيد عشان اشوف اللي انا ادخل في التيبل، يعني في التيبلز اللي انا ادخل اجيب الكي دي والكي دلتا، ومديني الدبس ومديني لو فايت ومديني التايم، وقايل لي النوع اللي انا هستخدمه اللي هو حاجه كونكريت يعني، ومديني السلايد سلوب اللي هو 2 ل 1، زي ما قلت الكبير ده بيكون افقي، فبالتالي 2 افقي الى 1 راسي. عايزني اعمل ديزاين بقى لكل الكلام اللي انا قلته اللي هو الارمور لير والسكندري لير. طيب اول حاجه بنحسبها ان احنا نحسب اتش ديزاين، عشان لو هي لو بقسم الاتش على الدي ولو اقل من 0.78 يبقى انا كده نون بريكنج، فبالتالي الاتش بتاعتي هي الاتش الجيفن.
بعد كده بعمل ايه؟ بعمل ديزاين للارمور لير اللي انا بجيب دبليو 50 من القانون اللي انا قلت عليه، وبعد كده بجيب الدي 50 اللي هو وحدته بالمتر، وبعد كده بجيب السيكنس عادي جدا، ولان لو مش جيفن باخدها بكام؟ باثنين، وادخل التيبل اجيب كي دلتا عادي جدا زي ما انا قلت. بعد كده بجيب النمبر اوف يونت باليونت اريا اللي هو القانون اللي انا قلت عليه، بعد ما دخلت التيبل جبت البروزيتي والجامه بتاعتي اللي هي بتبقى 2.4 وجيفن برضو، يعني كده في الهاند اوت، وبصيت على القانون بتاع اللي فيه الجامه، هلاقي ان الجامه بتاعتي ب 2.65 للروكس و2.4 للكونكريت، احنا انا شغال بكونكريت فتبقى 2.4. طيب بعد كده بعد ما خلصت الارمور لير بدخل على السكندري لير، بجيب دبليو 50 برضو، ولازم تكون الدبليو ارمور ات روك. طب في اول حاله بقى انا كنت جايب الدبليو 50 دي بس كانت الخرسانه، فساعتها بقى لازم اروح اجيب دبليو 50 جديده للروك. طب ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق طبعا الجامه فرقت اللي هي بتبقى 2.65، واللي فرق كمان الكي دي ان انا ادخل التيبل بنوع غير اللي انا دخلت فيه اساسا، والاس اي طبعا اختلفت لان هي بيدخل فيها الجامه بتاعت الروك، فالثلاث حاجات دول اختلفوا، فبالتالي الدبليو 50 اكيد هتختلف. طيب بعد ما جبت الدبليو 50 بقسمها على الرقم اللي هو 10 مثلا، وبعد كده بجيب الدي 50، وبعد كده بجيب التي لير. اخر حاجه بعملها انا بعمل تشيك على الفلتر ان الدي 15 على الدي 25 لازم يكون اقل منها او يساوي 5، وهو هيطلع غالبا اقل منها او يساوي 5 بكتير يعني، فيطلع سيف ما فيش فيها مشكله. طيب اخر حاجه بعملها اللي انا بحمل الديزاين بتاع الكور، ان انا بجيب دبليو 50 والدي 50 وبعمل برده التشيك بتاع الفلتر اللي انا قلت عليه. طيب بعد كده عايزين نحسب بقى الكريست ليفل اللي هو بيكون الديزاين ووتر ليفل زائد الران اب. طب الران اب ليه قانون برده اللي هو الاتش دي في الاي في الزيتا على واحد زائد البي في الزيتا، والزيتا دي ليها قانون اللي هو تان سيتا اللي هو الصغير على الكبير على الكلام ده اللي هو كل حاجه جيفن ليا، بس كده الديزاين ووتر ليفل بتاعي بصفر طالما ما جابش ليه اي سيره، فكده انا جبت الكريست ليفل. طيب الكريست ويتس ان البي بتاعتي لازم تكون اكبر منها او يساوي 3 كي في الدلتا في الدي 50، خلاص اعوض في الكلام ده وبالتالي اجيب البي كابيتال بتاعتي ما فيش فيها اي مشكله، والسكتش عادي جدا ما فيش فيها مشكله. فبالتالي هي مساله سيستماتيك جدا يعني، انت لو انت ظبطت، بس الفكره كلها ان انت في الهاند اوت تحط مثلا يعني تكون عارف انت بتعوض في ايه والوحدات بتاعتك بتعوض عنها بايه، يعني انت برضو شوف القوانين في الهاند اوت، ما تبقاش اول مره تقابلك قوانين الهاند اوت في الامتحان، لا انت بص في الهاند اوت دلوقتي وطبق على ارقام المساله دي، يعني خش كده على المسائل اللي انا بحلها دي وطبق على القوانين اللي موجوده في الهاند اوت وشوف هتقدر ايدك تمشي في الكلام ده ولا لا، يعني عود ايدك ان هي تمشي في القوانين دي وما تاخدش وقت، لان الهاند اوت فيها قوانين كتيره جدا يعني وداخله في بعض والكلام ده، فانت لو انت شايف ان القوانين اللي في الهاند اوت كمان ملخبطه انت ممكن تكتبها بطريقتك يعني في الصفحه الفاضيه يعني بحيث تسهل عليك يعني. طيب المساله الثانيه ما فيش فيها اي مشكله، هي الفكره كلها بدل هيت سيكشن كانت رانك سيكشن، وكان مديني الان بتاعتي بتساوي 2. طيب طالما مديني هو في السؤال قايل ان الان بتاعتي بتساوي 2، يبقى انا كده الدبليو 50 اللي انا هجيبها هضربها في 2، يبقى الدبليو 50 اللي انا جبتها اللي هي 1.532 دي هضربها في 2 عشان انا عندي 2 لير، فطالما عندي 2 لير هضربها في 2 فطلعت بكذا طن. لكن الدبليو 50 اللي انا بعوض عليها بعد كده دي اللي هي ال1 لير بس، يعني محدش ياخد اللي هي بتاعت ال2 لير دي ويعوض عنها في القوانين اللي بعد كده، انا بعوض في القوانين اللي بعد كده بالوزن ال1 لير بس، لكن هو في السؤال كان مديني 2 لير، فبالتالي الوزن اللي انا هطلبه من المصنع او الوزن اللي انا هطلبه من المكان بتاعي ان انا هضرب الوزن ده في 2 بس، هو ده كل الاختلاف ان انا هضرب الوزن بتاعي في 2، لكن بعد كده بعوض بدبليو 50 ل1 لير بس وبكمل عادي جدا زي المساله اللي فاتت بالظبط. طيب وبجيب برضو الكريست ليفل وبجيب برضو الكريست ويتس بتاعي. طيب كان ايه اللي في السؤال بقى؟ الحاجه الجديده بقى على الاوفر توبنج ديستشارج، كان قايل في السؤال يعني في حته زياده عن الاوفر توبنج ديستشارج بس هشوف الجيفن بتاعها. كان قايل لي في ريكوايرد 5 احسب الران اوف واحسب الاوفر توبنج ديستشارج لو الكريست ليفل بقى 2 اباف مين سي ليفل. يبقى انا زي ما قلت طالما كده هو مديني كريست ليفل جديد، يبقى انا كده بشيل اتش ناقص دي دي واعوض عنها بالقيمه اللي هو مديها لي على طول اللي هي ب 2 متر. طب ده باعتبار ان ديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر. طب لو في السؤال مديني الكريست ليفل ب 2 وقايل لي ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي 1، يبقى انا كده هعمل ايه؟ هيبقى اتش ناقص دي بتاعي يكون بيساوي 2 ناقص 1 هيكون بيساوي 1. فهي بالظبط، لو ديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر يبقى 2 ناقص صفر اللي هو ب 2، لكن لو ديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي قيمه زي المساله اللي موجوده في السلايد بتاعت المحاضره يبقى 2 ناقص 1 بيساوي 1 وهكذا يعني. فبعوض عنها وبجيب الاوفر توبنج ديستشارج وبعوض عن الكيو نود دي ب 0.02 زي ما انا قلت، وبشيل اتش ناقص دي واعوض عنها ب 2 متر، وبجيب الكيو بتاعتي اللي هي متر مكعب في الثانيه لكل متر. طيب بعد كده بقى في مساله رقم 3 نفس الكلام، مديني هيت سيكشن وقال ان الان بتاعها مديني 2 لير، فطالما 2 لير يبقى انا كده الدبليو 50 برضه هضربها في 2، واجيب اول حاجه بعملها الاتش على الدي، واجيب الدبليو 50 والدي 50 والنمبر اوف يونت بير يونت اريا. طيب طلب مني بقى وانا بعمل ديزاين للكور وانا بجيب الدبليو 50 طلب مني رينج،
انا المفروض بقسم علامتين ل 6000، رقم من الرقمين دول يعني، هو قايل لي عايز رينج، فبالتالي اقسم مره علامتين ومره على 6000 عشان اشوف الرينج بتاعي. طيب وبعد كده الكريست ليفل اللي هو ديزاين ووتر ليفل زائد الران اب، وبجيب الكريست ويتس بتاعي والكروس سكشن لو طلبه مني. طب ده كانت المسألة رقم 3 نفس الخطوات، فهي بالظبط هي نفس الخطوات اللي بنعملها، بس مره يغير لي نوع السكشن، مره يغير لي نوع، مره يقول لي روك، مره يقول لي كونكريت، مره يقول لي تو لير، مره ما يقوليش تو لير، مره يطلب الاوفر توبنج ديسشارج عن طريق ان هو يديني كريست ليفل جديد، ومره ما يطلبوش. فهي دي الفكره بس من المسائل يعني. طيب مسألة رقم 4 قال لي نفس الكلام برضو، ان هو مديني الديبس والهايت والتي ومديني الاسلوب، ولازم اخد بالي ان لما يديني الاسلوب ان الرقم الكبير ده هو الهوريزونتال، وايه اللي احنا نستخدم روك، وان هو يديني هيت سيكشن، وان انا عندي تو لير، فتو لير يبقى انا هجيب الدبليو 50 وهضربها في 2 عادي جدا. طيب وبعد كده اجيب الاوفر توبنج ديسشارج، كان قايل لي في السؤال ان الكريست ليفل بقى ب 3 متر، فمعنى كده ان انا هشيل الاتش ناقص دي واعوض عنها ب 3 متر. تاني بقى كده الحته دي، معنى الكلام ده ان الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر، فلو الديزاين ووتر ليفل بتاعي بيساوي رقم يبقى انا هطرح الكريست ليفل الجديد من الديزاين ووتر ليفل اللي هو مديهولي ده، وهعوض بنفس الكلام ده واجيب الكيو بتاعتي. طب بعد ما ركبت الكيو خلاص كده، هو ده اللي هو الاوفر توبنج ديسشارج اللي هو طالبه مني. ويبقى احنا كده خلصنا الرابر ماوند بريك ووتر. يبقى الرابر ماوند بريك ووتر اللي انا زي ما قلت اللي انا بيكون كل الهدف مني بس ان انا بعمل ديزاين للثلاث حاجات اللي هم اللي الارمور لير والسكندري لير والكور، عن طريق ان انا بجيب الدبليو 50 والدي 50، وان انا بجيب السكنس، وفي الارمور وقصدي في السكندري لير والكور بعمل التشيك بتاع الفلتر. ولازم اخد بالي ان في السكندري لير والكور لازم بكون بستخدم روك، فلو انا كنت مستخدم كونكريت لازم ارجع اجيب الدبليو 50 بتاعت الروك. وبعد كده الاوفر توبنج ديسشارج زي ما انا قلت اللي هو مديني كريست ليفل جديد، فلازم احسب الاوفر توبنج ديسشارج عن طريق ان انا بحسب الكيو واتاكد ان هي اقل من 0.1 لتر بالثانيه لكل متر، وبجيب بقى الكيو عادي جدا ومفيش اي مشكله. فزي ما شفتوا في الرابر موند بريك ووتر مفيش اي مشكله، هي القوانين كلها سيستماتيك، بس الاهم ان انتوا تدخلوا الهاند اوت وتشوفوا القوانين دي وتطبقوا على مساله من المسائل دي عشان ايديكم تمشي في القوانين دي يعني. كده احنا خلاص الحمد لله خلصنا الرابر ماوند بريك ووتر، ناقص لنا بس الفيرتيكال ماوند بريك ووتر او الفيرتيكال بريك ووتر يعني. هنتكلم بقى دلوقتي ان شاء الله على الفيرتيكال بريك ووتر اخر حاجه في الفيديو يعني. طيب الفيرتيكال بريك ووتر احنا شرحنا الرابر ماوند بريك ووتر، وهنشرح دلوقتي الفيرتيكال والكومبوزيت. طيب الفيرتيكال بريك ووتر قلنا بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه اللي هو لو لازم سول قويه عندي، فلو السول قويه فبستخدم الفيرتيكال بريك ووتر. طيب انا بقى عندي ثلاثة انواع من الفيرتيكال بريك ووتر دول، على حسب انا نون بريكنج ولا بريكنج ولا بروكنج. نون بريكنج يعني انا عارف ان الاتش على الدي اقل من 0.78، بريكنج يعني الاتش على الدي بالظبط ب 0.78، بروكن يعني لو الاتش على الدي طلعت اكبر من 0.78. يبقى على حسب انا انهي نوع من الثلاثه دول طريقه الحلقه تكون مختلفه، لكن هي نفس القوه اللي هتاثر باختلاف شويه حاجات كده هنقولها يعني. طيب في حاله النون بريكنج عندي تو كيسز، لو انا ما عنديش اوفر توبنج ولو انا عندي اوفر توبنج. ويعني ايه اوفر توبنج؟ يعني الميه بتطلع عندي فوق البريك ووتر بتاعي، واذا اوفر توبنج ده اوفر توبنج، لكن لو نو اوفر توبنج يعني الميه بتاعتي ما بتعديش البريك ووتر بتاعي. طيب يبقى انا كده نون بريكنج يعني لو الاتش على الدي اقل من 0.78. طيب يبقى انا كده عندي تو كيسز، اول كيس هنشوفها اللي هو لو انا نون بريكنج بس ما عنديش اوفر توبنج. يعني ايه ما عنديش اوفر توبنج؟ تعالوا كده نشوف بقى شكل الرسمه بتاعتنا، ده اللي هو الفيرتيكال بريك ووتر بتاعي اللي هو العرض بتاعه بي، والارتفاع بتاعه اللي هو الاتش تي. طيب في حاجه بقى عندي اسمها واي سي، دي اللي هي بتكون فانكشنز في الارتفاع بتاعت الموجه. ايه هي الارتفاع بتاعت الموجه اساسا؟ انا عندي اهو ده الستيل ووتر ليفل او ده الارتفاع المايه الاصلي بتاعي، والمايه مثلا انا عندي مثلا هنا الهاربور سايد وهنا السي سايد. الهاربور سايد اللي هو انا عايز الموجه بتاعتي تكون ماشيه سموث كده، ما فيهاش يعني ما يكونش عندها طاقه، فبالتالي لكن في السي سايد ده اللي هو الموجه بتاعتي، فانا ده اللي هو الهدف من البريك ووتر ده والفيرتيكال بريك ووتر، ان هو يفتت الطاقه اللي في السي سايد دي ويحولها ان هي تكون طاقتها ضعيفه في الايه؟ في الهاربور سايد عشان احمي الجزء بتاع المينا بتاعي. طيب اول حاجه ده انا عندي اقول الستيل ووتر ليفل، والميه بتاعتي او ارتفاع الميه بتاعي هيزيد بمقدار دلتا اتش، فادي الدلتا اتش بتاعتي، وادي اهو شكل الموجه. طيب المسافه بين الستيل ووتر ليفل والزياده دي دلتا اتش، والمسافه بين الخط بتاع الزياده اللي انا لسه عامله ده وبدايه الموجه بتاعتي اللي هو الاتش اي. فبالتالي لو انا عايز اجيب حاجه اسمها الواي سي، الواي سي ده اللي هو الارتفاع من تحت خالص لحد الموجه من فوق لحد الكريست بتاعي. طيب فالواي سي ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاتش اي زائد دلتا اتش زائد الدي، ايه الدي دي؟ اللي هي المسافه من الستيل ووتر ليفل لحد البيد ليفل بتاعي. فلو الواي سي بتاعتي دي اقل من الاتش سي يبقى انا مش هيحصل عندي اوفر توبنج،
لكن لو الواي سي دي طلعت اكبر من اتش تي يبقى انا كده هيحصل عندي اوفر توبنج. يبقى انا كده اول ما ادخل في المساله بتاعتي مين هيقول لي ان انا ما عنديش اوفر توبنج او اللي انا عندي اوفر توبنج؟ ان انا اجيب الواي سي واجيب الاتش تي، لو لقيت الواي سي اقل من الاتش تي يبقى انا كده ما عنديش اوفر توبنج. طب الواي سي اكبر من اتش تي يبقى انا كده هيحصل عندي اوفر توبنج. طيب انا كده عرفت خلاص شكل الموجه وعرفت شكل البريك ووتر والكلام ده، انا عايز بقى اشوف ايه الفورس اللي موجوده عندي. في عندي قوه هوريزونتال وفي عندي قوه فيرتيكال. نبدا بالقوه الهوريزونتال الاول. لو انا بصيت كده في الهاربور سايد انا عندي اهو الستيل ووتر ليفل وعندي اهو المثلث بتاع البريشر اللي احنا كنا بناخده في السويل يعني قبل كده، وده اللي هي الاف هوريزونتال، ده القوه اللي ناتجه عن البريشر الاستاتيك. فالنوع البريشر اللي موجود في الستيل ووتر ليفل ده اللي هو بي ستاتيك. لكن الجزء بتاع السي سايد ده عندي نوع، عندي نوعين من انواع البريشرز، عندي بي ستاتيك اللي هو المثلث الاحمر ده، وعندي بي دايناميك اللي هو الجزء الزياده ده. فانا عندي هنا بي ستاتيك وعندي هنا بي دايناميك، فانا بالتالي هينتج عنهم حاجه اسمها اف سي اللي هي تكون اف ستاتيك زائد الاف نتيجه الدايناميك. يبقى انا كده عندي اف اتش نتيجه البي ستاتيك في الجزء بتاع الهاربور سايد، وعندي الاف سي اللي هو نتيجه السي سايد بي ومجموع البي ستاتيك ومجموع البي دايناميك. كده انا جبت الاف اتش وكده انا جبت الاف سي، ودي اللي هي القوى الهوريزونتال اللي عندي. طيب بالنسبه بقى للقوى الفيرتيكال، ايه القوى الفيرتيكال اللي موجود عندي؟ عندي نوعين من انواع القوى الفيرتيكال، عندي الدبليو اللي هو وزن الفيرتيكال بريك ووتر، وعندي الابليفت. يعني لو بصيت كده في الابليفت عندي من الناحيه دي اللي هي البي ستاتيك زائد البي دايناميك او الاف ستاتيك او الاف سي يعني، وحاجه عندي من هنا الاف اتش اللي هو نتيجه نتيجه القوى اللي موجوده هنا. فبالتالي هقسم الترابيزويد ده لمثلث ومستطيل زي ما كنا بنعمل، واف 1 واف 2. فانا كده عندي عرفت ايه القوه الراسيه اللي موجوده عندي وايه القوه الهوريزونتال اللي موجوده عندي. طيب يبقى انا كده خلاص عرفت ايه كل القوى. ايه بقى الستبس اللي انا هعملها؟ اول ستيب هعملها ان انا لازم اجيب اول حاجه الدلتا اتش. فلو رجعنا كده الهاند اوت نبص كده الجزء بتاع الفيرتيكال بريك ووتر ده، الاقي ان في الفيرتيكال بريك ووتر اول قانون هنا هو اللي هو بتاع الدلتا اتش اللي هو الجزء اللي هو المقدار الارتفاع، يعني الدلتا اتش اللي انا قلت عليه ده اللي هو الفرق بين الستيل ووتر ليفل والمنسوب الميه اللي هو بيزيد ويقل يعني. فالدلتا اتش دي بتساوي باي في الاتش تربيع على ال في كوتان 2 باي دي على ال، والكوتانش دي اللي هي 1 على تانش دي اللي هي كوتانش 2 باي دي على ال ال. طيب ال ال طبعا هنجيبها زي ما كنا بنشتغل قبل كده ان احنا نجيب دي على ال نود وندخل التيبل نجيب دي على ال ومنها نجيب ال ال. فعندي كل حاجه في الكلام ده اقدر اجيب الدلتا اتش بتاعتي. طيب بعد ما حسبت الدلتا اتش، بعد ما حسبت الدلتا اتش عايز احسب الواي سي. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الواي سي بتاعتنا بتساوي دي زائد دلتا اتش زائد الاتش اي، وفي قانون تاني دي زائد دلتا اتش ناقص اتش اي. دي لو انا كان عندي الكريست هو اللي اباف ظابطهم وحاجه اسمها الترف اباف ظابطهم. هنشوف ايه الفرق بين التو كيسز، بس اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان الكريست هو اللي لازق في الفيرتيكال بريك ووتر. يعني لو جيت بصيت كده الرسمه اللي كانت مرسومه دي هلاقي ان انا عندي في هنا نقطتين، في حاجه اسمها الكريست اللي هي النقطه دي وفي حاجه اسمها الترف. مين النقطه فيهم اللي لازقه في الفيرتيكال بريك ووتر دلوقتي؟ اللي هي النقطه اللي هي الكريست. لكن ممكن في كيس تاني ان الترف هي اللي تكون لازقه في الفيرتيكال بريك ووتر. هنشوف ايه الفرق بينهم، لكن احنا دلوقتي بنتكلم لما يكون الكريست او النقطه اللي فوق هي اللي لازقه في الفيرتيكال بريك ووتر، ساعتها يبقى الواي سي بتاعتها هتكون بتساوي اللي هو اول قانون اللي هو دي زائد دلتا اتش زائد الاتش اي. ولو الواي سي طلعت اقل من الاتش تي يبقى انا كده خلاص هشتغل باللي هو انا ما عنديش اوفر توبنج. طب خلاص انا لقيت ان الواي سي اقل من الاتش تي وان انا ما عنديش اوفر توبنج، يبقى ساعتها هجيب بي ستاتيك اللي احنا قلنا عليها اللي هي الجاما في الدبس، وهجيب البي دايناميك. البي دايناميك ليها قانون برضو اللي هو ده جاما اتش اي على كوشاين كي دي. كده انا خلاص جبت البي ستاتيك وجبت البي دايناميك، كده انا اقدر اجيب البي سي اللي انا قلت عليها اللي هي البي ستاتيك زائد البي دايناميك. فين البي سي دي؟ اللي هي هتبقى نتيجه اللي هيجي منها الاف سي. يبقى انا كده جبت البي ستاتيك والبي دايناميك اللي هي البي سي. طب واقدر اجيب برضو البي ستاتيك، انا كده خلاص جبت البي ستاتيك وجبت البي ستاتيك زائد البي دايناميك. يبقى انا كده جبت القوه اللي موجوده في الهاربور سايد والقوه اللي موجوده في السي سايد كبريشر. انا بقى عايز اجيب الفورس، عايز اجيب الاف سي وعايز اجيب الاف اتش. بيجوا ازاي؟ اللي هو مساحه المثلث، يعني مساحه المثلث اللي هو بتاع البي ستاتيك والبي دايناميك، وليها قانون برضو. يعني احنا ممكن نجاب على طول ان انا عندي الاف سي بتاعتي بتساوي نص في البي سي في الواي سي. طيب الاف اتش اللي هي النص في البي ستاتيك في الدبس، لان الاف اتش دي اللي هي موجوده في السي ساي او في الهاربور سايت، لكن الاف سي دي اللي هي موجوده في السي ساي اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي. كده انا خلاص جبت الاف سي وكده انا جبت الاف اتش، اقدر بقى اجيب الام سي والام اتش، ان انا اجيب المومنت عند البيز. يعني اجيب المومنت عند البيز بتاعي اللي هو اللي هو لتحت خالص. فالام سي بتاعتها تبقى اف سي فوق سي على الثلاثه، والام اتش تبقى الاف اتش في الدي على الثلاثه. بس كده جبت الاف سي والاف اتش والام سي والام اتش، اقدر اجيب بقى لو طلب النت فورس والنت مومنت. النت فورس ان انا اطرح اف سي من اف اتش، والنت مومنت ان انا اطرح ام سي من ام اتش. يبقى انا كده عملت ايه لحد دلوقتي؟ انا لحد دلوقتي ما استخدمتش اي قوه راسيه، انا بس استخدمت كل القوه الافقيه وجبت الاف سي وجبت الاف اتش وجبت المومنت عند البيز، ان انا ضربت الاف سي في سي على الثلاثه، وان انا ضربت الاف اتش في الدي على الثلاثه.
طيب وده اللي هو البيد ليفل او التوي ليفل. التوي ليفل اللي هو اخر نقطه او النقطه اللي تحت خالص من الفيرتيكال بريكوتر بتاعي. طيب في حاجات زياده بقى بيطلبها مني، انا كده استخدمت كل الكوال هوريزونتال، لازم بقى اللي انا هستخدم كل الكوال فيرتيكال، او طلب مني تشيك ستابيليتي. التشيك ستابيليتي بقى لازم ندخل بقى نحسب الفيرتيكال فورسز بتاعتنا. فاول حاجه بنحسبها اللي هو الدبليو اللي هو الوزن بتاع البريكوتر، اللي هو الجاما اللي هو الماتيريال المصنوع منها البريكوتر، في البي اللي هو العرض بتاع البريكوتر، في الاتش تي في الواحد. كده انا جبت الوزن بتاعي، وبعد كده بجيب اف 1 واف 2 اللي انا قلت عليها، اللي هو انا بيكون عندي الترابيزويدال اللي هو بتاع الابليفت، وبقسمه لمستطيل وبقسمه لمثلث. فاف 1 اللي هي نتيجه المستطيل بتساوي بي ستاتيك في البي، والاف 2 اللي هي نتيجه المثلث بتساوي نص في البي سي ناقص البي اس تي في البي. كده انا خلاص جبت الدبليو والاف 1 والاف 2. ايوه فين التشيكات اللي احنا قلنا عليها؟ يعني احنا قلنا هنعمل تشيك الاستابيليتي. فبعمل ايه؟ بحسب المومنت اللي هيعمل لي استابيليتي والمومنت اللي هيعمل لي اوفر تيرنينج. انا عندي الفيرتيكال بريك ووتر اهو، ايه القوه اللي عايزه تعمل استابيليتي للمنشا، او اللي عايزه تسيب المنشا ان هو يكون ستيبل؟ بيكون عندي وزن، الوزن بتاع المنشا ده بيكون عايز يوقف المنشا مكانه، والقوه الهوريزونتال اللي هي الاف اتش، فبالتالي الام استابيليتي هتبقى الدبليو في البي على الاثنين زائد الاف اتش في الدي على الثلاثه. ان انا بحسب المومنت عند النقطه دي، فالاف اتش في الدي على الثلاثه والدبليو في البي على الاثنين. طب ايه هي بقى القوه اللي عايزه توقع المنشا؟ كل القوه اللي باقيه اللي هي الاف سي اللي هي نتيجه الجزء اللي في السي سايد، والاف 1 والاف 2 اللي هم بتوع الابليفت بتوعي، وان انا بجيب المومنت هنا عند النقطه بتاعه التوي دي. طب كده انا خلاص جبت المومنت ستابلتي والمومنت بتاع الاوفر تيرنينج. بعمل ايه بقى؟ بحسب كالكوليت الستريسز، بحسب الستريس بتاعتي. يبقى انا كده خلاص جبت المومنت الاستابيليتي والمومنت الاوفر تيرنينج، وهشوف هستخدمهم ازاي ان انا اعمل تشيك عن طريقهم يعني. طب اخر حاجه بعملها اللي انا بحسب الاستريسز بتاعتي. ايه الاستريسز؟ ان انا بجيب قيمه النورمال وبجيب المومنت عند نص العدد. ايه القوه اللي هتعمل لي النورمال؟ كل القوه الرئيسيه اللي هي دبليو ناقص اف 1 ناقص اف 2. طب ايه هي بقى القوه اللي هتعمل لي مومنت؟ بشوف ايه القوه اللي هتعمل لي مومنت عند نص العدد. اللي هيعمل لي مومنت عند نص العدد اف 2 واف سي واف اتش، وبضربهم في دراع العزم بتاعهم. طيب تمام، برضو فين التشيكات اللي احنا عملناها؟ احنا لسه لحد دلوقتي ما عملناش اي تشيكس. اول حاجه هعمل تشيكس على الاستريس اللي انا جبتها دلوقتي، ان انا اجيب الاستريس ماكسيمم والاستريس مينيمم عن طريق ان على بي موجب او سالب 6 ام نود على بي تربيع. لازم الماكسيمم يكون اقل من البيرن كاباسيتي، والمينيمم يكون اكبر من الصفر. لو طلع الكلام ده يبقى انا كده خلاص سيف والاستريس بتاعتي تمام. طيب ناقصني بقى ان انا اعمل تشيك للستابيلتي. انا جبت المومنت بتاع الاستابيلتي والمومنت بتاع الاوفر تيرنينج وما استخدمتهمش لحد دلوقتي، فبستخدمهم ازاي؟ ان انا بعمل تشيك على السلايدنج وتشيك على الاوفر تيرنينج. ان انا على التشيك بتاع السلايدنج ان انا بقسم ايتا في دبليو ناقص اف 1 ناقص اف 2 على اف سي ناقص اف اتش. ايه اللي تشيك ده؟ اللي تشيك ده ان انا الايتا دي ان انا باخد تاثير الفريكشن بين الاستراكشر والارض بتاعتي. لو مش جيفن ليا باخده قيمه من 6 من 10 ل 7 من 10. ده كده قيمه الايتا بتاعتي اللي هي من 6 من 10 ل 7 من 10، وبقسم كل القوه الرئيسيه على القوه الافقيه. القوه الرئيسيه اللي هي دبليو ناقص اف 1 ناقص اف 2 على القوه الافقيه اللي احنا كنا بنعمله في السوق يعني. لازم الكلام ده يكون اكبر من او يساوي 1.2. طب في التشيك في الاوفر تيرنينج، ان انا جبت المومنت الاستابيلتي والمومنت الاوفر تيرنينج لما اقسمه على بعض لازم يطلع اكبر من 1.2. يبقى تاني ايه اللي احنا عملناه لحد دلوقتي؟ اللي عملناه لحد دلوقتي واللي بيتكرر في مسائل كتير واللي بيطلبه اساسا في 99% من المسائل، اللي انا بقف ان انا بجيب الاف سي والاف اتش والام سي والام اتش، وان انا بجيب النت فورس والنت مومنت بس. هي المساله بتاعتي بتخلص لحد هنا بس. ممكن يزود بقى ويقول لي احسب لي اعمل لي تشيك استابيلتي. طب الشيك على الاستابيلتي بقى اللي احنا بنعمل ايه؟ هنبدا بقى ندخل الفورسز الفيرتيكال معانا، ان احنا نجيب الدبليو وان احنا نجيب اف 1 واف 2، وان احنا بقى نجيب المومنت الاستابيلتي والاوفر تيرنج، ونحسب الاستريسز ونعمل كل الخطوات اللي موجوده دي. فهو دي الزياده بس لو بنعمل تشيك على الاستريس. يبقى احنا كده لو رحنا الهاند اوت بان احنا نجيب اهو الاف سي والام سي، وممكن انتوا تكتبوا عندكم القانون بتاع الاف اتش والام اتش، ان احنا عندنا الاف اتش دي اللي هي نص بي اتش في الدي، والام اتش اللي هي الاف هوريزونتال اللي انا لسه قايلها لكم عليها دلوقتي دي في الدي على الثلاثه. ولو احنا عايزين الاف نت تبقى اف ستاتيك ناقص الاف دايناميك، او الاف دايناميك يعني ناقص، او الاف سي يعني ناقص الاف اتش، والام نت دي اللي هي الام سي ناقص الام اتش. ده اللي هم ممكن تكتبوا الحاجات الزياده دلوقتي يعني. طيب ده لو انا خد بالي لو انا كان عندي كريست. نيجي بقى للحاله الثانيه، لو انا كان عندي ترف هو اللي لازق في البريك ووتر. انا قلت لكم عندي تو كيسز، لو الكريست هو اللي كان لازق في البريك ووتر، انا بقى في الحاله دي عندي الترف هو اللي لازق في الفيرتيكال بريك ووتر. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا عندي الستيل ووتر ليفل اهو بطلع منه الايه؟ الاتش اي بتاعتي او الدلتا اتش بتاعتي. طيب الاتش اي بقى اللي احنا كانت من الجزء الزياده ده لحد الكريست، فكانت الاتش اي دي في الحاله الاولى كانت بتتقاس لفوق، لكن دلوقتي الاتش اي دي هتتقاس لتحت. ايه الفرق يعني؟ الفرق ان انا هيطلع هستخدم بقى القانون الثاني بتاع الواي تي. يبقى ساعتها بقى ما عنديش حاجه اسمها واي سي للكريست، لا انا عندي واي تي اللي هي للترف.
يبقى الواي تي بتاعتي اللي هي هتبقى دي زائد دلتا اتش بس ناقص بقى اتش اي مش زائد اتش اي، ده بس كل الاختلاف. يبقى اللي انا الدلتا اتش بتاعتي هي هتفضل زي ما هي، والواي تي هتختلف زي ما انا قلت، بدل زائد هتبقى ناقص. ايه تاني هيختلف بقى؟ اللي هيختلف ان في الحاله دي الفورس نتيجه السي في الجزء في الهاربور سايد هيطلع اكبر من الفورس اللي موجوده في الهار في الايه في السي سايد، يعني الجزء اللي في الهاربور سايد الاف اتش دي هتطلع اكبر من الاف تي. لو احنا كده رجعنا لما كانت الكريست، لو كانت لما كانت الكريست هي اللي موجوده في الفيرتيكال بريكوتر، هلاقي ان الاف سي كانت اكبر من الاف اتش، يعني الجزء اللي في السي سايد كان اكبر، الفورس اللي موجوده في السي سايد اكبر من الفورس اللي في الهاربور سايد. لكن دلوقتي بقى الجزء اللي في الهاربور سايد اكبر من الجزء اللي في السي سايد بتاعتي، يعني الاف اتش اكبر من الاف تي. يبقى بالتالي هجيب بي ستاتيك عادي جدا اللي هي الجاما في الدبس، والبي دايناميك هو هو نفس القانون بالظبط، بس في الحاله دي مش هجيب حاجه اسمها اف سي، لا ده انا هجيب حاجه اسمها اف تي وهجيب منه الام تي وهجيب الاف اتش واجيب منه الام اتش. في الحاله دي بقى النت في الحاله الاولى كانت بتساوي اف سي ناقص اف اتش، لكن دلوقتي الاف نت هتبقى اف اتش ناقص الاف تي، يعني الحاله الكيس اللي هي بتاعت السي الهاربور سايد ناقص السي سايد، واجيب منها الام نت. فنكتب القوانين دي عندنا يعني. طيب ولو طالب مني تشيك عادي جدا، هنجيب برضو القوه الرئيسيه بتاعتي الدبليو ما اختلفتش والاف واحد ما اختلفتش اللي هي البي تي في البي، لا اختلفت، ان انا اف واحد في الحاله دي هتبقى البي تي في البي. كانت الحاله الاولى لو احنا رجعنا لها، يعني الحاله دي كانت الاف واحد بتساوي البي تي في البي، لو رجعنا كده الاف واحد في الحاله دي كانت بتساوي البي ستاتيك في البي، فطبعا اختلفت البي تي عن البي ستاتيك. ليه اختلف الكلام ده؟ لان الصغير في الحاله الاولى بقى كبير في الحاله الثانيه، يعني الصغير في الحاله الاولى اللي هو كان فين؟ في الحاله الاولى اللي هو كان الكريست في الـ في الفيرتيكال بريكوتر كان الصغير هي الاف اتش اللي هي القوه اللي في الهاربور سايد، لكن في الحاله الثانيه لما كان الطرف لزق في الفيرتيكال بريكوتر القوه اللي في السي سايد هي الصغيره، فعشان كده في كذا حاجه اختلفت. فطبعا في الاختلافات في هنا الصفحه هي ملخصه القوانين بتاعه الطرف، فلو هنا ده الطرف هو اللي موجود في الفيرتيكال بريكوتر هي دي القوانين بتاعتنا، والتشيك الستريس والتشيك بتاع السلايدنج زي ما احنا شايفين كده، وادي ستيب 6 وستيب 5. انا من نهايتي زي ما انا قلت بنقف لحد الستيب رقم 4 دي، لكن بنعمل من اول الستيب رقم 5 لو طالب مني التشيك. فكده انا عرفت لو في كريست هعمل ايه ولو في ترف هعمل ايه. طيب انا بقى هشتغل كريست ولا ترف؟ لو انا قايل لي كريست او ترف خلاص يبقى انا هشتغل كريست، لو قايل لي كريست هشتغل كريست، لو قايل لي ترف هشتغل ترف. طيب لو قايل عايز الحاله اللي تديني الماكسيمم فورسز في اتجاه الاونشور، يعني في اتجاه الشاطئ، يبقى كده هستخدم الكريست. لو قايل لي الماكسيمم في حاله الاوفشور هستخدم الترف. لو ما قالكش يبقى ساعتها احل الكريست واحل الترف. طيب يبقى انا كده لو انا عندي كريست او ترف هعمل ايه؟ ادي اول خطوات لو انا كريست، وزي ما انا قلت بقف عند ستيب 4 لو مش طالب مني التشيك، لو طالب التشيك بعمل ستيب 5 و6 و7 دي في حاله الكريست، وفي حاله الترف بعمل الكلام ده. فانت ممكن تكتبوا الورقه ده عندكم، يعني تكتبوا القوانين دي قصدي عندكم في الورقه الابيض يعني اللي هو في الهاند اوت، عشان موجود يعني في اللي موجود في الهاند اوت مش مترتب ومش موجود كله، في حاجات مش موجوده، فانتوا ممكن بس تكتبوا القوانين دي عندكم في الورق اللي في الورق الابيض في الهاند اوت يعني. طيب كده انا خلاص خلصت اول حاله لما يكون عندي نون بريكنج وما عنديش اوفر توبنج. طب لو عندي بقى اوفر توبنج، اوفر توبنج دي اعرفها امتى؟ لو الواي سي بتاعتي اكبر من الاتش تي. طيب ايه بقى الزياده في الحاله دي؟ الزياده في الحاله دي ان انا عندي الميه بتاعتي هتطلع فوق الفيرتيكال بريك ووتر، وانا كل هدف انا عايز اجيب الفورسز اللي على البريك ووتر، يبقى بالتالي الجزء ده اللي هو فوق البريك ووتر ده مش هيعمل فورسز عليا، فانا كل هدف ان انا احسب البريشر هنا بقى اللي هو البي نود اللي هو بالظبط على اول الفيرتيكال بريك ووتر. يبقى تاني في حاله النون بريكنج ويز اوفر توبنج ان انا عندي في موجه هتطلع فوق الفيرتيكال بريك ووتر، فبالتالي الجزء ده مش هيعمل فورسز عندي فمش هاخده معايا، فانا كل هدفي احسب البي نود دي. طب البي نود ده اجيبها ازاي؟ من تشابه المثلثات. اقول ان البي نود على بي سي بيساوي واي سي ناقص اتش تي على واي سي، وانا طبعا كل حاجه عندي ما عنديش بس غير البي نود هي اللي موجوده، فاقدر من هنا احسب البي نود بتاعتي. طب خلاص حسبت البي نود، ايه بقى كل هدفي؟ كل هدفي ان انا عايز احسب الاف سي والام سي، وعايز احسب الاف نت والام نت. طيب فالاف سي بتاعتي بتساوي ايه؟ الاف سي بقى ما بقتش الاف سي، بقت حاجه اسمها اف سي داش، بقت حاجه اسمها اف سي داش. لو رحنا كده في الهاند اوت في الحاله دي هلاقي ان انا عندي حاجه اسمها الاف سي داش. طيب الاف سي داش دي بقى بتساوي ايه؟ الاف سي داش بتساوي الار اف في الاف سي. الاف سي زي ما احنا جبناها في الحاله اللي فاتت بالظبط، بس زاد حاجه بقى اللي انا اضرب في الار اف. ايه الار اف دي؟ الار اف دي ليها قانون. ايه القانون بتاع الار اف؟ اللي هو الاتش تي، سيبكم من البي دي خلوها اتش تي، يبقى الاتش تي على واي سي في 2 ناقص اتش تي على واي سي.
يبقى بالتالي الاف سي داش لو عايز اجيبها هي الاف سي اللي انا كنت بجيبها قبل كده في حاله لو انا ما عنديش اوفر تيوبنج هضربها في الار اف. ايه الار اف دي؟ اللي هي الاتش تي على واي سي في 2 ناقص اتش سي على واي سي. كده انا خلاص جبت الاف سي داش. عايز احسب الام سي داش اللي هي هتبقى الام سي في الار ام. الام سي اللي انا كنت بجيبها قبل كده في الحاله الاولى. طب ايه الار ام دي بقى؟ الار ام دي اللي هي اتش تي على واي سي تربيع في 3 ناقص 2 اتش تي على واي سي، يعني شيل البي دي وخليها اتش تي بس. بس كده كده انا جبت خلاص الام سي داش وجبت اف سي داش. بس كده بقى لو قايل لي مثلا احسب لي الاف لت، تبقى الاف سي داش اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي ناقص جاما في الدي تربيع على الاثنين. لو قايل لي احسب الام نت، تبقى الام سي داش ناقص جاما دي تكعيب على السته. اكتبوا القانون اللي انا لسه قايله دلوقتي دول عشان مش مكتوبين. يبقى بالتالي لو انا عندي اوفر توبنج، ايه كل الاختلاف؟ كل الاختلاف ان انا بستخدم القانون ده اللي هو بتاع تشابه المثلثات عشان احسب البي نود. بس كده بعد ما جبت البي نود اعمل ايه بقى؟ اروح احسب الاف داش اف سي داش واروح احسب الام سي داش. فالاف سي داش بتاعتي اللي هي الاتش تي على واي سي في 2 ناقص اتش تي على واي سي، والام سي داش تبقى الام سي في اتش تي على واي سي تربيع في 3 ناقص 2 اتش تي على الواي سي بتاعتي. بس كده جبت الاف سي داش والام سي داش، واقدر اجيب الاف نت زي ما قلت اللي هو الاف سي داش ناقص جاما دي تربيع على الاثنين، والام نت اللي هي ام سي داش ام سي داش ناقص جاما دي تكعيب على الست. يبقى انا كده خلاص عرفت في النو اوفر توبنج اعمل ايه والاوفر توبنج اعمل ايه. طب القوانين اللي انا لسه قايلها دلوقتي دي اللي هو الاف سي داش والام سي داش والاف نت والام نت، ما كانش داخل فيهم اساسا البي نود اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي. هو البي نود اللي انا لسه جايبها دلوقتي دي بستخدمها في طريقه ثانيه اللي احنا نحسب بيها الاف سي داش، اللي هي تبقى اتش تي على الاثنين في بي نود زائد البي سي. فلو انا استخدمت القانون ده يبقى ساعتها لازم اجيب البي نود. لكن لو استخدمت القانون اللي انا قلت عليه اللي هو الاف سي داش بيساوي الاف سي في الار اف، يبقى ساعتها انا مش محتاج اجيب البي نود دي. بس كده خلاص جبت الاف سي داش والام سي داش والاف نت والام نت. خلاص كده انا خلاص خلصت اول حاله اللي هو لما يكون عندي نون بريكنج ولما يكون عندي اوفر توبنج والزاوت اوفر توبنج. ندخل بقى لو انا عندي بريكنج. يعني ايه بريكنج؟ يعني الاتش على الدي تكون بتساوي 0.78 بالظبط. يبقى انا ايه الفكره في المساله دي؟ الفكره في المساله دي ان انا الموجه عندي هتتكسر عند وش البريك ووتر بالظبط. يعني انا عندي البريك ووتر هتكون ماشي عادي جدا، لكن هتيجي عند البريك ووتر وهتتكسر. في الحاله الاولى كانت بتتكسر قبل، كانت بتتكسر يعني انا لما يكون عندي نون بريك ان انا اساسا الموجه بتاعتي ما بتتكسرش خالص، لكن دلوقتي انا بقول ان هي هتتكسر عند وش البريك ووتر بالظبط. طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي يحصل برضو ان انا عندي ستاتيك لود وعندي دايناميك لود عادي جدا زي ما احنا قلنا. لكن الدايناميك لود الفكره بقى ان انا عندي في الدايناميك لود بيكون شكله موجود عامل كده، وبيكون قيمته حاجه اسمها بي ام، وهنعرف ازاي نحسب البي ام. وبيكون عندي في جزء ستاتيك كده، فالبي توتال اللي هو يكون الشكل الاحمر ده. فبيكون عندي بي ستاتيك وبي دايناميك. البي دايناميك اللي هي البي ام واللي هو ممكن يكون اسمه امباكت لود، وبنجيب من هنا البي توتال. طيب ايه بقى الحاجات اللي مطلوب مني اجيبها؟ الحاجات اللي انا مطلوب مني اجيبها اللي هو البي ام اللي هو قيمه البريشر الدايناميك ده، وشكل الاستاتيك عادي جدا مثلث، والرمز بتاعه اللي هو البي ستاتيك. الرمز بقى اللي هو الدي اس ده. ايه الدي اس ده؟ ده اللي هو الدبس اللي هتتكسر عنده الموجه. احنا قبل كده كنا بنسميه الدي بي، يعني الموجه هتتكسر على عمق دي بي، هنا هنسميه الدي اس. يبقى الدي اس هو ده الدبس اللي هتتكسر عنده الموجه، وخلينا عارف ان هو كان الدي بي اللي احنا كنا بنحسبه الدي بي يعني. طب والام؟ الام اللي هو الاسلوب بتاع البيد ليفل بتاعي. بس كده يبقى انا كده خلاص عرفت الدي بي ده اللي هو العمق اللي انا كنت بجيبه قبل كده، بس هو في الجزء ده هيبقى اسمه الدي اس. طب والال عند الدي بي؟ ده اللي هو الطول اللي هتكسر عنده الموجه، بس برضه في الشابتر ده يكون اسمه الال بتاع الدي اس او الطول دي اس يعني. طيب ايه بقى الستبس اللي احنا هنعملها؟ اول حاجه لازم تكون الاتش على الدي ب 0.78، دي اول حاجه احنا جبناها خلاص. طيب هجيب ايه بقى؟ هجيب الدبس اللي هتكسر عنده الموجه. يعني الاتش على الدي بي بتساوي 0.78، ان انا هيكون عندي جيف اللي هي الاتش، فاقدر احسب من هنا الدي اس. الدي اس اللي هو الموجه بتاعتي هتتكسر عنده، فبالتالي اروح رايح احسب الدي اس بتاعتي من الجزء ده. يبقى انا كده خلاص كان مدين الاتش على الدي، قسمتهم على بعض لقيتهم ب 0.78. ساعتها بقى هقول اتش على الدي بي بتساوي 0.78، هنا اقدر اجيب الدي بي. المفروض الدي بي دي تطلع هي هو اساسا الدبس اللي جيف لينا، لان انا مقسمت على بعض لما قسمتهم على بعض ادوني 0.78، بس هي ممكن ما تطلعش 0.78 بالظبط يعني. فساعتها لازم نجيب الدي بي عن طريق ان انا اساويهم ب 0.78 بالظبط. طيب بعد كده بحسب ال ال نود وبجيب دي بي على ال نود، بدخل التيبل اجيب دي بي على ال دي بي، اجيب من هنا ال دي بي ده اللي هو الطول اللي هو المفروض المصاحب للدي بي بتاعتنا اللي هو الطول اللي هتكسر عنده الموجه يعني. بس كده جبت ال دي بي، هروح احسب الدي كابيتال. ايه الدي كابيتال دي بقى؟ الدي كابيتال ده اللي هو الدبس يعني عند ويف لينث بعيد عن الاستراكشر خالص، يعني عند الدبس هو طالبه مني يحسب لي مثلا عند دبس معين مثلا، فساعتها لازم اجيب الدي كابيتال دي اللي هي بتكون الدي بي زائد الام في ال في الدي بي. طيب كده انا حسبت الدي كابيتال، عايز اجيب بقى ال المصاحبه للدي كابيتال دي، فهدخل بالدي كابيتال على ال نود، هجيب
دي على ال دي، هجيب ال دي اللي هي المصاحبه للدي كابيتال دي. بس كده خلاص اقدر احسب بقى البريشر اللي هو الدايناميك اللي هو طالبه مني، اللي هو البي ام اللي هو ليه القانون بتاعه ده، اللي هو من فانكشن في الجا موتر، في اتش بي على ال بي، في الدي اس على الدي، في الدي زائد الدي اس، وقلنا الدي اس دي اللي هو الدبس عند البريكنج اللي هو كان الدي بريكنج يعني. بعد كده بجيب البي توتال اللي هي البي ستاتيك زائد البي دايناميك. ايه اللي انا محتاج اجيبه اساس زي مثلا؟ محتاج اجيب الاف توتال والام توتال. اهو خلاص الاف توتال اللي هو القانون بتاعه هو ستاتيك زائد دايناميك، والام توتال اللي هو الستاتيك زائد الدايناميك. لو دخلنا كده في الهاند اوت برضه عشان نشوف، اهو القانون بتاع البي ام موجود اهو، والقانون بتاع الاف توتال والام توتال. يبقى هي الفكره في المساله دي كلها اللي انا بعمل ايه؟ ان انا بجيب الاتش على الدي بلاقيها بوبون 7 8، بجيب من الاتش اللي جيفن اجيب الدي بي بالظبط، لو القيمه ما طلعتش بوبون 7 8 بالظبط يعني، بجيب الدي بي ان انا بساوي بوبون 7 8. بعد كده بحسب ال نود، ادخل اجيب ال دي بي، وبعد كده بجيب الدي كابيتال ومنها اجيب ال كابيتال دي. ليه جبت ال كابيتال دي؟ عشان انا احتاجها وانا بحسب في البي توتال، بجيب البي ستاتيك زائد البي دايناميك، والبي ام اللي هو بيدخل عندي اتش بي على ال دي، في الدي اس على الدي، في الدي كابيتال زائد الدي اس. وعرفت ازاي ان انا اجيب الدي كابيتال اللي هو الدي بي زائد الام في ال دي بي، وال دي بي طبعا انا جبتها من فوق اهي، وجبت الدي كابيتال منها جبت ال دي. طيب بعد ما جبت ال دي خلاص اقدر احسب البي ام اللي هو جام ووتر في اتش بي على ال دي اللي هو اللي لسه جايبه دلوقتي دي، في الدي اس على دي، في الدي كابيتال زائد الدي اس. بعد ما جبت البي ام اللي هو البريشر الدايناميك بس، خلاص بقى اقدر احسب البي توتال اللي هو البي ستاتيك زائد البي دايناميك، واقدر احسب الاف توتال اللي هو الاف ستاتيك زائد الاف دايناميك، والام توتال اللي هو الام ستاتيك زائد الام دايناميك. يبقى انا كده الحاله دي لما يكون عندي الاتش على دي بوبن 7 8 بالظبط، اللي هي حاجه اسمها الويف بريكنج. يبقى انا كده خلاص ناقص لاخر حاله بقى اللي هي البروكن ويف. البروكن ويف دي اللي هي لما تكون الاتش على الدي بقى اكبر من اوبن 7 8. يبقى انا عندي ان الموجه اساسا اتكسرت قبل ما تيجي البريك ويف، قبل ما تيجي للبريك ووتر بتاعي. يبقى انا كده اول حاجه الموجه ما اتكسرتش، ثاني حاجه الموجه اتكسرت بالظبط عند البريك ووتر، لكن دلوقتي بقى الموجه بتاعتي اتكسرت قبل ما توصل للبريك ووتر اساسا. طيب انا بفرض في الحاله دي ان الموجه بتاعتي هتوصل للبريك ووتر على اتش على عمق يعني اسمه اتش سي، والاتش سي ده بيبقى قيمته 7 من 10 من الاتش بريكنج. يبقى انا كده عندي بفرض ان الاتش سي بتاعتي بتساوي 7 من 10 من الاتش بريكنج. ايه الاتش بريكنج دي اساسا؟ اللي هي قيمه الاتش اللي هتكون جيفن لينا. يبقى انا اول حاجه اعملها ان انا احسب اتش على الدي لازم تطلع اكبر من اوبن 7 8. بعد كده بحسب الاتش سي اللي هي 7 من 10 من الاتش بريكنج، والاتش بريكنج دي اللي هي بتكون جيفن لينا. ماشي. بعد كده الدي بي بقى اللي احنا كنا بنجيبها، يعني اللي انا عايز احسب العمق ده، الدي بي هنا بقى مش زي الدي اس زي البريكنج. يعني قبل كده في حاله البريكنج كنا بنقول ان الدي بريكنج هي هي الدي اس. طب ليه كنا بنقول كده؟ لان كانت الموجه بتتكسر عند البريك ووتر بالظبط، فساعتها الدي اس هي هي الدي بي. لكن هنا بقى الموجه بتاعتي هتتكسر اساسا بعيد عن البريك ووتر، فبالتالي الدي بي مش هي هي الدي اس. طيب يبقى انا كده من الاخر هعمل ايه؟ كل هدفي برضو ان انا احسب الاف توتال والام توتال. يبقى اول حاجه احسبها البي دايناميك اللي هي بتبقى نص الجاما في الدي بي. طب والدي بي اجيبها ازاي؟ عن طريق ان انا اقول ان الدي بي بتاعتي بتساوي اتش على اوبن 7 8، والاتش دي اللي هي جيف لينا اساسا. قدرت احسب الدي بي خلاص. اقدر احسب بقى البي ستاتيك اللي هي جاما في الدي اس زائد الاتش سي. طيب والدي اس دي اللي هي ايه؟ يعني عمق الميه عند البريك ووتر، وهو طبعا هيكون جيف لينا اللي هو ده، اللي هي الدي اس يعني عمق الميه عند البريك ووتر، ده يكون جيف لينا زائد الاتش سي. طب الاتش سي اجيبه منين؟ زي ما انا قلت اهو 7 من 10 من الاتش بريكنج اللي هي جيف لينا. بعد كده خلاص اقدر احسب الاف توتال من القانون ده وام توتال من القانون ده. كده انا خلاص قدرت احسب الاف توتال وقدرت احسب الام توتال، وقلت خلاص هو ليه مش مديني اللي يعني ليه هنا الدي اس مش زي الدي بي؟ لان انا قلت في حاله البريكنج بالظبط كانوا الاثنين عند الدبس، يعني اللي كانت الموجه اتكسرت عند البريك ووتر، فالدي اس كانت هي هي الدي بي. لكن احنا مالكش دعوه بالكلام ده، احنا خلاص ندخل على طول في ان احنا نحسب البي دايناميك بالقوانين دي. وطبعا القوانين دي برضه هتلاقوها في الهاند اوت في حاله ان الاتش على الدي اكبر من اوبن 7 8. هي دي القوانين اللي موجوده هنا، اللي هو لما يكون عندي اتش اكبر من اوبن 7 8 دي، ادي قانون الاف توتال وادي قانون الام توتال. بس انتوا اكتبوا عندكم بس ان الاتش سي ب 7 من 10 من الاتش بريكنج، والاتش بريكنج دي بتكون هي هي اللي جيف لينا، وعشان نحسب الدي بي بنقول هي هي الاتش الجيفن على اوبن 7 8. بس كده خلاص. كده احنا خلاص خلصنا النون بريكنج في حاله الاوفر توبنج والاوفر توبنج، وخلصنا البريكنج وخلصنا البروكنج. طيب انا بقى في المساله هعمل ايه؟ في المساله هيكون مديني تايدل رينج. ايه التايدل رينج ده؟ اللي انا قلت عليه في اول فيديو خالص، اللي هو المسافه بين الماكسيمم موتر ليفل والمينيمم موتر ليفل. فعشان كده انا هيكون عندي كذا ديبس، مره لحد المينيمم موتر ليفل ومره لحد الماكسيمم موتر ليفل. يعني مثلا العمق بتاعي مثلا بيتراوح مثلا من عمقين، فانا هعمل ايه؟ هجيب اتش على الدي العمق الاولاني واتش على الدي العمق الثاني. لو طلعت واحده بريكنج وواحده نون بريكنج، يبقى انا كده هشتغل على البريكنج لانها اقوى. طب لو طلع واحده نون بريكنج وطلع واحده بروكن، يبقى انا كده هشتغل على النون بريكنج لانها اقوى من البروكن. طب لو طلع الاثنين نفس النوع، يعني الاثنين بريكنج او الاثنين نون بريكنج او الاثنين بروكن، هاخد الدي الاكبر.
طيب ايه بقى الاقوى دي؟ يبقى انا كده لازم اعرف ايه اقوى من ايه، فبالتالي لازم اكون عارف ان البريكنج اقوى من النون بريكنج، اقوى من البروكنج. البريكنج دي لما تكون اتش على دي ب 0.78، النون بريكنج لما الاتش على دي اقل من 0.78، بروكنج يعني اتش على دي اقوى من 0.78. يبقى على حسب الاقوى، انهي الاقوى من اللي انا بجيب من ايه وايه، وساعتها هشتغل على الاقوى بينهم يعني. طب لو طلع الاثنين نفس النوع زي ما قلت هشتغل على الدي الاكبر من عندنا. طيب كده احنا خلاص خلصنا الفيرتيكال بريك ووتر وهنحل مسائل عليه يعني. بس قبل ما نحل مسائل عليه نشوف كده حاجه على الكومبوزيت بريك ووتر. الكومبوزيت بريك ووتر دي حاجه صغيره يعني، هي الفكره فيها ان هو بيكون رابر ماوند بريك ووتر زائد فيرتيكال بريك ووتر الاثنين مع بعض يعني. وقلنا دي احنا ما بنستخدمهاش ليه يعني، بنستخدم الكومبوزيت بريك ووتر لان انا لو استخدمت الفيرتيكال لوحده هيديني يعني قطاع ضخم جدا، لو استخدمت الرابر ماوند بريك ووتر هيديني دبس كبير جدا، فعشان كده بستخدم الاثنين على بعض. طيب في الفكره في المساله اللي انا بعمل ايه ولا اي حاجه، ان انا بحسب برضو الدلتا اتش بتاعتنا عادي جدا، وبعوض بالدي هنا بالعمق الكلي. ايه العمق الكلي ده؟ العمق الكلي اللي هو من الفيرتيكال بريك ووتر لحد البيد ليفل، اللي هو الدبس بتاعي ده، اللي هو العمق الكلي، اللي هو الفيرتيكال من الميه بتاعتي، من منسوب الميه بتاعي لحد البيد ليفل بتاعي. يبقى انا كده بستخدم في القانون بتاع الدي اتش ده الدي الكليه. طب وانا بحسب البي ديناميك اللي هو الجاما في الاتش على كوشين كي دي، برضو بستخدم الدي هنا اللي هو العمق الكلي اللي هو الدي توتال. اي قانون تاني بقى بحسب فيه دي هيبقى الدي بتاعي اللي هو الدي بتاع الفيرتيكال بس، اللي هو الدي ده، اللي هو هيكون الدي توتال ناقص الدبس بتاع الرابر ماوند بريك ووتر اللي هو هيكون جيف لينا. يبقى بالتالي في الكومبوزيت بريك ووتر هم قانونين بس اللي بستخدم فيهم الدي توتال، قانون للدلتا اتش وقانون للبي ديناميك. اي قانون تاني بستخدم فيه الدبس اللي هو ايه، اللي هو الدبس التوتال ناقص الدبس بتاع الرابر ماوند بريك ووتر. هو دي فكره الكومبوزيت بريك ووتر. ممكن في اخر مساله بيقول لي صمم لي الرابر ماوند بريك ووتر، يعني لو بصينا كده في الهاند اوت في الكومبوزيت بريك ووتر، لو احنا عايزين نعمل ديزاين للرابر بيز اللي هو ديزاين رابر بيز دي، فبجيب حاجه اسمها الدبليو اللي هو الجاما، زي ما احنا قلنا الجاما بتاعت اليونت ويت اللي انا بستخدم بتاعت الارمور ستون في الاتش دي تكعيبه كونجيف لينا، على ان اس تكعيب في اس ار ناقص واحد تكعيب، اس ار اللي هي الجاما بتاعت الماتيريال على جاما ووتر. ايه بقى الان اس دي؟ الان اس دي باخدها الماكسيمم من كومتين اللي هي 1.8، والقانون الكبير ده اللي هو 1.3 في الكلام ده كله، بس انت طبعا هتاخدها 1.8، هما الكومتين هيطلعوا قريبين من بعض، فاحنا هنستخدم 1.8 على طول، ففاكس الكلام ده كله يعني. طيب لو انت ما عندكش وقت يعني، فبالتالي كده انا جبت الدبليو فانكشن في الان اس، والان اس زي ما قلت الماكسيمم من كومتين، وانا قلت هنستخدم ال 1.8 على طول. يبقى احنا زي ما شفنا هم القوانين كلها سيستماتيك، انت بتستسلم نفسك بس بتشوف انت نون بريكنج ولا بريكنج ولا بروكن، وبناء على كده بقى بتشوف خطوات الحل. فانا شايف بصراحه ان انتوا الخطوات الحل دي تكتبوها عندكم في الهاند اوت، بحيث ان انتوا تكون كاتبينها بايديكم وتعودتوا عليها، وهتفيدكم جدا يعني طبعا في الكويزات وفي الفاينل والكلام ده كله يعني. فانا شايف ان انتوا تكتبوها بايديكم افضل يعني، هم كده كده مكتوبين في الهاند اوت بس مش كلهم. لو انتوا مش هتكتبوا كل ده بايديكم فتكتبوا الحاجات اللي انا قلت تكتبوها في الهاند اوت، عشان مش كل حاجه موجوده في الهاند اوت يعني. طيب احنا نخش دلوقتي على الشيت ونشوف بيتكلم عليه، ونشوف ان انا ان كل حاجه سيستماتيك يعني. فهنبدا في الشيت دلوقتي بقى اللي هو يعني تطبيق مباشر على الفيرتيكال بريك ووتر والكومبوزيت، ونشوف هنحل المساله ازاي يعني. طيب اول مساله بقى في الشيت بيقول لي احسب لي الماكسيمم فورس والاوفر تيرنينج مومنت اكتنج اون ذا فيرتيكال وول بريك ووتر، ومديني بقى مناسيب، مديني المين لو ووتر ليفل والمين سي ليفل والهاي ووتر ليفل، يعني المتوسط بتاعنا او المين سي ليفل، ومديني اللو ووتر ليفل والهاي ووتر ليفل. زي ما قلت هنشتغل على اللو ووتر ليفل والهاي ووتر ليفل، ونشوف فين حال فيهم الاقوى اللي هنشتغل عليها. ومديني الكريست ليفل، ومديني التوي ليفل. ايه التوي ليفل ده؟ يعني انا عندي اهو الفيرتيكال بريك ووتر المنسوب اللي تحت خالص ده سالب 3، والكريست ليفل يعني من فوق خالص ب 4، يبقى بالتالي ارتفاع البريك ووتر كله كام؟ 3 زائد 4 يبقى ب 7 متر. عايز نعمل ديزاين للويف هايت ات سي سايد، مديني الويف هايت بتاعي مديني ديزاين ويف هايت، الديزاين ويف هايت اساسا مديني الاتش 3.12 متر، ومديني التي بتاعتنا ب 6 ثواني، وعايز نحسب الفورس وعايز نحسب المومنت والكلام ده كله يعني. طيب اول حاجه احنا هنعمل ايه؟ هو مديني المين لو ووتر ليفل والمين سي ليفل والمين هاي ووتر ليفل وكل الكلام ده. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ اللي انا هرسم كده الرسمه دي، وبعدين احط المين سي ليفل ده اللي هو كان مديهولي اساسا بواحد، والمين هاي ووتر ليفل باثنين، والمين لو ووتر ليفل. وزي ما انا قلت هنستنتج ان الطول بتاع البريك ووتر كله ب 7 ب 4 زائد 3 اللي هو ب 7 متر. طيب اول حاجه هنعملها بقى اللي هو ايه؟ اول حاجه هنعملها اللي انا عايز اشوف هشتغل على انهي دبس اساسا. طب هشتغل كاني هشتغل على المين لو ووتر ليفل، يبقى انا كده هجيب الاتش على الدي، الاتش كانت ب 3.12 والدي من اول اللو ووتر ليفل. طيب لو انا هشتغل على اول حاله اللي هي المين لو ووتر ليفل اللي هو الدبس بتاعي اللي هو ب 3 متر، يعني هو كان مديني المين لو ووتر ليفل بتاعي اللي هو الصفر ده، فبالتالي الدبس بتاعي ده اللي هو كان 3 متر. عرفت منين اللي هو ب 3 متر؟ لان انا عارف ان الطول ده كله ب 7 متر ناقص، وانا عارف ان ده 2 متر وده 1 متر وده 1 متر، فالطول ده اللي هو 3 متر.
يبقى المين لو ووتر ليفل بتاعي اللي هو كان ب 3 متر. هو اساسا في السؤال يعني كان مديني المين لو ووتر ليفل، مش بغض يعني في طريقه ثانيه احسب منها المين لو ووتر ليفل، ان هو كان في السؤال مديني المين لو ووتر ليفل بتاعي اساسا بصفر. طيب المين لو ووتر ليفل بتاعي بيساوي صفر وده سالب 3، يبقى المسافه دي كام؟ 3 متر على طول. فبالتالي الاتش على الدي طلعت اكبر من 0.78، يبقى انا كده بروكن ويف. طيب يبقى انا كده كيس واحد، يبقى انا كده هشتغل على البروكن ويف. بس في الحاله دي بقى هو المفروض هو ما قايل اشتغل على التو كيس، يعني قايل اشتغل على الثري كيسز، فبالتالي لازم اشتغل على الثري ديبسز اللي هو الدبس ده والدبس ده والدبس ده. يعني لو جينا تاني كده للمساله هلاقي في المساله بيقول لي اتسيت فور ذا فيس كالكوليت ذا ماكسيمم فورس اند اوفر تيرنينج مومنت في فور ذا فيريس ووتر ليفلز، يعني عايز نحسب لده ولده ولده، فساعتها لازم احسب في الثلاثه كيس. يبقى انا كده هحسب في الثلاثه كيسز ان انا جبت اتش على دي لقيتها بروكن. طب اللي هي بروكن ويف يعني الاتش على دي اكبر من 0.78، يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ في قانون البي دايناميك وقانون البي ستاتيك، وندخل على طول نجيب اف توتال ونكتب ام توتال من القوانين اللي انتوا كاتبينها تعود مباشر ما فيش فيه اي مشكله. طب الدي بي اللي هي الاتش على 0.78، فلو انتوا كاتبين القوانين دي والاتش سي زي ما قلت اللي هي 7 من 10 من الاتش الجيفن اللي هي كانت 3.12 بس كده. طب لو كان بقى الستيل ووتر ليفل اللي هو كان الدبس بتاعي ب 4 متر، يعني اللي هو الدبس بتاعي بي 4 متر اللي هو المين هاي ووتر ليفل، يعني لو انا اشتغلت على المين هاي ووتر ليفل اللي هو كان ب 2 متر والمين سي ليفل اللي هو ب 1 متر، احنا هنشتغل على المين سي ليفل. المين سي ليفل يبقى احنا هنزود 1 متر على 3 متر، يبقى احنا الدبس بتاعنا اللي هو هيكون ب 4 متر. يبقى انا كده هجيب اتش على دي هلاقيه بالظبط ب 0.78، يبقى انا كده بريكنج. بريكنج بقى كنت بعمل ايه؟ بروح اجيب دي بي لاتش على 0.78، طالما طلع 0.78 بالظبط يبقى الدبس بتاعنا هيطلع برده هو هو ال 4 متر، مش هيحصل فيه اي مشكله. بعد كده بقى بجيب ال ان نود وبجيب دي بي على ال نود وبدخل الدي بي على ال، اجيب من هنا ال دي بي، وبعد كده بجيب الدي كابيتال من القانون اللي انتوا كاتبينه والدي على ال دي، بجيب من هنا ال دي مفيش فيها اي مشكله. بعد كده بقى بحسب البي ام من القانون اللي جيف لينا وبحسب منه الاف توتال وبحسب منه الام توتال، فمفيش فيها اي ازمه خالص. طيب كيس 3 لو الهاي ووتر ليفل هشتغل على الهاي ووتر ليفل هلاقي اقل من 0.78، يبقى انا كده نون بريكنج. طيب النون بريكنج هشتغل على حاله الكريست، في الكريست يبقى انا كده بجيب الدلتا اتش وبجيب الواي سي، يبقى دي زائد دلتا اتش زائد اتش واي. لو انا شغال على الطرف تبقى زائد دي ناقص الواي سي، طلعت اكبر من الاتش تي. الاتش تي انا عارف ان هو الطول الفيرتيكال او ارتفاع البريك ووتر كله كان ب 7 متر، يبقى انا كده يحصل عندي اوفر توبنج. طالما يحصل عندي اوفر توبنج يبقى انا كده خلاص هجيب البي ستاتيك واجيب البي دايناميك واجيب البي نود لو انا طبعا هستخدم الاف سي داش اللي هو الاف سي في الار اف، فانا مش محتاج احسب البي نود دي يعني، لكن لازم اجيب البي سي اللي هي البي ستاتيك زائد البي دايناميك، اجيب الاف سي داش والام سي داش. ده كده في حاله الكريست. طب لو انا اطرف ايه اللي هيفرق في حاله الطرف؟ ان الواي تي بتاعتي زي ما قلت هتبقى ناقص دلتا اتش اي، وفي الحاله دي البي تي بتطلع هي الاكبر، فبالتالي بجيب البي تي والاف تي والام تي زي ما قلنا يعني. بس كده فانا كده خلاص جبت الفورسز والمومنت في الثلاثه كيسز اللي هو قايل عليهم. فزي ما قلت لو انت كاتب القوانين عندك في لاند اوت ومنظمه هتلاقيها كلها تعود مباشر ما فيش فيها اي مشكله خالص يعني. طيب هنحل مثلا مساله رقم 2 مدين البيتش سلوب. الفكره كلها اللي هو بيقول لي احسب لي الويف فورس فور بوث كيسز اوف بريكنج اند بروكن، هو هنا برضه قايل لي احسب لي للتو كيسز البريكنج والبروكن، فبالتالي هعمل نفس الكلام ده برضه للتو كيسز. ومدين الوتر ديبس ب 2.7 متر ومدين التاد ريدج بنص متر ولوف هايت عند البريكنج ب 2.5 متر، يبقى انا هستخدمها مره على المين لو ووتر ليفل ومره على الهاي ووتر ليفل. يبقى مره هزود 2.7 مره هستخدم 2.7 ومره هستخدم 2.7 زائد نص، هو ده كل الاختلاف بس، ان انا مره هشتغل على الووتر ليفل ومره هشتغل على الهاي ووتر ليفل. طيب رقم 3 بيقول احسب لي التوتال فورس دي على الكومبوزيت سيكشن، دي كالكوليت ذا توتال فورس اند اوفر تيرنج مومنت فور ذا كروس سيكشن اوف كومبوزيت. دي مساله كومبوزيت ومديني الرابر بيز هايت طولت الووتر ديبس، يعني انا بيكون عندي رابر بيز وبيكون فيها الفيرتيكال. هو بيقول لي ان الرابر ده ارتفاعه، بيقول لي ان الرابر ده ارتفاعه تلت الوتر ديبس التوتال، وبيقول لي ان انا ما عنديش اوفر تيرني اوفر توبنج، ومدين الوف هايت ومدين الوف بيرد ومدين الديبس ومدين التايد ريدج. طب نيجي نحل المساله دي مثلا اللي هي المساله رقم 3. طيب ايه بقى اللي موجود في المساله رقم 3؟ اللي موجود في المساله رقم 3 ان انا عندي الرابر هايت ده تلت الدبس التوتال ومدين الاتش ب 5 متر ومدين التي ومدين الدبس، الدبس ب 12 متر، يعني انا كده العمق التوتال ب 12 متر، يبقى ارتفاع الرابر كام؟ تلت ال 12 اللي هو ب 4 متر. طب تمام، ومدين التايد ريدج ب 1.5 متر، يعني انا كده اهو اللو ووتر ليفل والهاي ووتر ليفل ممكن ازود 1.5 متر. طيب على الدبس 12 متر، يعني انا هشتغل على الدبس ال 12 متر، هجيب اتش على الدي هلاقيها كام؟ هلاقيها نون بريكنج. طب هستخدم بقى الدي الثانيه اللي هو 12 زائد 1.5 اللي هي 13.5 هلاقيها برده نون بريكنج. يبقى طالما الاثنين نفس الحاله يبقى انا بشتغل على انهي حاله؟ الدبس الكبير، يبقى انا كده هشتغل على الدبس ال 13.5. بس كده بقى هشتغل عادي جدا مفيش اي مشكله ان انا اجيب الدلتا اتش، ولازم اخد بالي ان انا وانا بحسب الدلتا اتش في الكومبوزيت بستخدم الدي توتال اللي هي ب 13.5،
طيب وانا بستخدم الواي سي بقى، الواي سي انا قلت ما في اي حاجه غير الدلتا اتش، يبقى انا قلت اي حاجه غير الدلتا اتش واي حاجه غير البي دايناميك بستخدم فيهم الدي اللي هو الدي بتاع الفيرتيكال بس، فبالتالي الواي سي هستخدم فيها الدي بتاع الفيرتيكال بس اللي هو 13 ونص ناقص 4 اللي هو ب 9 ونص، البي ستاتيك برضه هستخدم ال 9 ونص، لكن البي دايناميك بقى هستخدم الدي توتال اللي هي ب 13 ونص. يبقى في حاله الكومبوزيت القانونين اللي انا بستخدم فيهم دي توتال بس اللي هو القانون بتاع الدلتا اتش والقانون بتاع البي دايناميك، هما بس دول اللي بستخدم فيهم الدي توتال بس. كده بقى احسب الاف سي والام سي عادي جدا زي اي مساله وبس كده، هو طلب مني الدبليو، طالما طلبش مني الدبليو اللي هو الرابر بيز يبقى انا كده خلاص مش هحسبه. يبقى هي بس بتفرق الكومبوزيت بس عن الكيس العاديه ان انا امتى استخدم الدي توتال وامتى ما استخدمش الدي توتال، ده بس كل الاختلاف يعني. دي كده كانت ثالث مساله. طيب اخر مساله في الشيت ده، اخر مساله في الشيت كان بيقول لي بقى، في اخر مساله في الشيت كان بيقول لي في اخر مساله في الشيت ان انت فيرتيكال بريك ووتر تو بي كونستراكتد ومدين المين سي ليفل ومدين الديزاين ومدين الويف هايت ومدين الويف بيريود، وقال ان انت عندك الكريست ليفل ب 8 والبوتوم ليفل بسالب 8، يبقى انا كده عندي الارتفاع كله ب 16 متر. وعايز نحسب الحاجات بقى اللي احنا عايزين، بيقول لي مثلا احسبها لي، هل هي بريكنج ولا بروكنج ولا ريفليكشن؟ ريفليكشن دي يعني نون بريكنج يعني، يعني مش هيحصل لها بريكنج. وعايز احسب الماكسيمم بريشر والماكسيمم فورس والنيت مومنت وكل الحاجات اللي احنا بنحسبها دي. فالمساله دي برضه سيستماتيك جدا مفيش فيها اي مشكله. هجيب الاتش على دي، هل هي اقل من 0.78؟ يبقى انا كده نون بريكنج او ريفليكشن يعني. فبعمل ايه؟ بحسب الدلتا اتش. الدلتا اتش هيكون عندي مجهول عندي ال، فبحسب ال نود بدي على ال نود، بدخل اجيب دي على ال ومعايا دي بحسب ال. طيب وبجيب الواي سي ولازم اشوفها هي اقل من الاتش تي ولا اكبر من الاتش تي. انا زي ما قلت الاتش تي ب 16 متر، الواي سي طلع ب 16 ونص يعني اكبر، يبقى انا كده عندي اوفر توبنج. طالما عندي اوفر توبنج يبقى انا بحسب البي ستاتيك والبي دايناميك. طيب وبعد كده طالما عندي البي ستاتيك والبي دايناميك زي ما قلت، طالما عندي اوفر توبنج يبقى انا بحسب حاجه اسمها البي نود. لو انا هستخدم ان الاف سي داش بتساوي الاف سي في الار اف على طول، برده مش محتاج ان انا احسب البي نود. طيب الاف سي داش تبقى الاف سي العاديه في الار اف. طب الام سي اول القانون اللي هو كاتبه ده يعني هيطلع نتائج قريبه من بعض جدا يعني. طب الام سي داش دي اللي هي الام سي في الار ام، الار ام اللي انا قلت لكم اكتبوا القانون بتاعه، والام سي اللي احنا بنجيبه في الحاله العاديه عادي جدا اساسا. طيب في حاله الاوفر توبنج دي المفروض زي ما انا قلت في قانون للنت فورس وفي قانون للنت مومنت. ففي حاله النت مومنت الام نت بتاعتنا بتساوي الام سي داش ناقص جاما دي تكعيب على السته، يعني الام سي داش ناقص الجاما دي تكعيب على السته، لكن الاف نت اللي هي الاف سي داش ناقص جاما دي تربيع على الاثنين لو طلبها يعني. دول القوانين اللي انا قلت لكم اكتبوهم لما يكون عندي اوفر توبنج يعني. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا البورت بلاننج والرابر ماوند بريك ووتر والفيرتيكال بريك ووتر. زي ما شفت انتوا من الاخر يعني اللي يحل لكم المسائل دي كلها ان انتوا تكونوا منظمين الهاند اوت بتاعكم. فلو انتوا كاتبين يعني ما شاء الله احمد وليد كمان يعني حاطط كل القوانين ورا بعض وحاطط كل حاجه ورا بعض، فمش محتاج ان انت تعمل حاجه غير ان انت تنقل القوانين دي وتفهم بس انت بتعمل ايه. فانت لو نقلت القوانين دي وهو منظم كمان يعني كل صفحه تلاقوا فيه قانون الرابر، الفيرتيكال ليه صفحه، الكومبوزيت ليه نص صفحه وهكذا يعني. فانت في كل صفحه هتلاقوا كتبتوا مثلا 3 صفح بس يعني لو انتوا عايزين تكتبوهم انتوا بايديكم يعني، او انتوا مثلا ممكن تشوفوا ايه القوانين اللي موجوده في الهاند اوت وتزودوا انتوا القوانين اللي مش مكتوبه يعني. فانتوا من الاخر لو انتوا ظبطتوا القوانين بتاعه الرابر والفيرتيكال وطبعا البورت بلانج لازم انتوا تكتبوه بايديكم عشان هو مش موجود في الهاند اوت يعني. فانتوا لو نظمتوا الكلام ده يعني هتلاقوا ان شاء الله الدنيا تمام ومش هيكون في اي ازمه واي مشكله يعني. طيب فاحنا كده الحمد لله خلصنا كده الشيت 5 وشيت 6، وإن شاء الله ما يقابلكوش أي مشكلة يعني، ولو حد عنده أي سؤال يبقى بعتلي يعني. شكرا، السلام عليكم.